كتير بوكيت كيك. حد عارف اسمه ايه؟ ومكتوب قدامكم اللي هو الكيفلس ابيكيكوانا بلانت. معايا دكاتره؟ دكاتره. طيب دلوقتي ادي الروت اهو، اهو اللي احنا شايفينه ده، ده اللي بيطلع منه السيرب اوف ابيكيك. يعني هو جاي منين؟ جاي من النكته دي، النكته الخضراء دي اسمها الكيفلس ابيكيكوانا بلانت. دي الروت بتاعها ده هو اللي طلعنا منه السيرب اوف ابيكيك. طب السيرب اوف ابيكيك ده بيشتغل ازاي؟ حد فاكر ايه الميكانيزم في اكشن؟ سنترال وبريفرال. سنترال وبريفرال الاثنين. برافو شاطرين. بيشتغل سنترال وبريفرال. بريفرال ازاي؟ يعني لوكال على الاستومك، يعني بيعمل جاستريك اريتيشن. معروف ان اي حاجه بتعمل اريتيشن في الاستومك، مثلا لو كان حد مثلا لو عنده هايبر اسيديتي عاليه قوي او في حاله الكروز، باي حاجه اريتنت في الاستومك هيعمل ايه؟ هيعمل جاستريك ستيميليشن، فهيعمل اندكشن اوف فوميتنج. هو ده بقى الدايركت. تمام. سنترال بقى هو بيشتغل على مركز المخ اللي فيه الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي بيتحكم في الايه، في الفوميتنج. فاكرين لو كنتوا خدتوا في المخ واعصاب او في الجراحه او كده، بيقول اي حاجه بتزود الانتراكرانيال تنشن، يعني هتزود الضغط في المخ لو في سائل في المخ او اي حاجه، فهيدوس على مراكز المخ دي فهيعمل اندكشن اوف فوميتنج. تمام. يبقى انا عندي سواء هو هيشتغل بريفرال او سنترال هيشتغل بالتو ميكانيزم وهيحصل اندكشن اوف فوميتنج. فممكن يجي لكم صوره زي دي في الامتحان. طب ركزوا كده، لو في جالك ايه هو الانديكيشن ان انا ادي سيرب اوف ابيكيك؟ يعني جالك سؤال كده في الام سي كي يقول لك هل لو الشخص ده كان كونشس واعي فايق صاحي يعني قدامك، وانا عايز اعمل اندكشن اوف فوميتنج. طب خلي بالنا الاندكشن اوف فوميتنج ده بيحصل في حاله ايه؟ انا عايز اتخلص من البويزن ده ايه، بيفور ولا افتر ابزوربشن؟ عايز حد يرد عليك. before. يبقى انا لو جبت لك سؤال واقول لك elimination of poison before absorption is done by the following، واجيب لك صوره للابيكاك مثلا وصوره للجاستريك لافاج وصوره للهيموداليسيس وصوره مثلا الاي في فلويد والكلام ده، يبقى انا هستخدم مين فيهم؟ الابيكاك. ومين تاني؟ بس جاستريك لافاج. برافو شاطرين. لو هو بقى كونشس واعي وصاحي يبقى انا ممكن اعمل اندكشن اوف فوميتنج باي سيرب اوف ابيكيك اند باي جاستريك لافاج. شاطرين. طب لو انا في الكيس زودت لك قلت لك عايزه اعمل اليمينيشن اوف بويزن، يبقى انا في خلي بالكم في الامتحان خلي بالكم من كل كلمه، يبقى انا بعمل اليمينيشن اوف ذا بويزن بيفور ابزوربشن ان كونشس بيشنت. خلاص انا عرفت ازاي. طب لو هو ان كونشس هتقولوا ايه؟ هختار مين معاهم؟ وجايب لك صوره اندوتراكيال تيوب مثلا يبقى هستخدمها. يبقى ممكن هقول يبقى انا مش هستخدم السيرب اوف ابيكيك خالص، يبقى انا هستخدم الاندوتراكيال تيوب وهستخدم الجاستريك لافاج. شاطرين. طب لو بيفور افتر ابزوربشن، خلاص حصل ابزوربشن للبويزن ده، يبقى انا هستخدم مين؟ لا هستخدم لا السيرب اوف ابيكيك ولا الجاستريك لافاج، هستخدم بس مين؟ لو عندي صوره للهيموداليس. براف. طب انا قلت خلي بالك السؤال قلت لك عايز اعمل ادزوربشن اوف ذا بويزن باي ايه؟ هل باي سيرب شاركول باي كاستيك راب ولا ولا اكتيفيتي الشاركول؟ شاطر. يبقى باي اكتيفيتي الشاركول. يبقى الامتحان حلو في ايه؟ ان هو هيبقى ام سي كيو والاسئله هتبقى دايركت وصور وانتوا هتختاروا بس. يبقى انا عرفت ان السيرب ابيكيك ده بيعمل اندكشن اوف فوميتنج. ولو جالك في سؤال ده بيشتغل سنترال ولا لوكال ولا بريفرال ولا سنترال، يشتغل الاثنين، بيشتغل البريفرال وبيشتغل يعني يشتغل لوكال وبيشتغل سنترال. خلاص يبقى ادي السيرب اوف ابيكيك. دكتور نعم. انا حضرتك هو الجاستريك لافاج دكتور كنت عند كده في الكروز. طيب ده سؤال جميل جدا. لو هو واحد واخد كروز انا ما بعملوش اصلا جاستريك لافاج ولا ممكن بس بعمل له اندوسكوبي لو هو حالته تسمح ان انا اقدر ادخل بيه يعني. خلاص في علاج طب ليه مكتوبه في السيانايد عندنا يا دكتور؟ في الايه؟ مكتوبه في السيانايد يا دكتور. هو السيانايد ده مش كروز. بص هو السيانايد ليه كروز افكت بس مينيمال مش قوي، ما الاسبرين ايريتنت فاهم قصدي، لكن مش بيور بيور يعني كروز. خلاص يبقى هو ليه يعني في ليه مينيمال كروز افكت. لكن لو حاجه كونسنتريتد اسيد H2SO4 HCl الكلاين كروز بالكلام ده ما بستعملوش الحاجات دي. ممكن اعمل له بس ايه اندوسكوبي عشان اشوف حصل بيرفوريشن ولا لا لما حاله العيان تسمح. خلاص يبقى كده خلصنا السيرب اوف ابيكيك. حد عنده سؤال في السيرب اوف ابيكيك؟ ماشي.
نيجي بعد كده الجاستريك لافاج. يعني اجيب لك صوره، الصوره دي خلي بالك، ممكن اجيب لك الصوره دي، ها اجيب لك التيوبس دي او دي، او اجيب لك واحد نايم على جنبه بالشكل ده، اهو المنظر ده. يبقى ده برضو هيجي السؤال تبع الاليمينيشن اوف بويزن، وبستخدمه في امتى. خلاص اكتيفيتي الشاركور عارفين هو بيعمل ادزوربشن للبويزن، وده بستخدمه لو بعمل elimination of poison before absorption. ملوش meaning قوي لو عملت after absorption، ولكن نخلي بالنا مهم قوي الحتة دي. إلا إذا، يبقى أنا ممكن أجيب لك سؤال أقول لك الصورة دي الاكتيفيت شاكول ده، ده ممكن أستخدمه lately في حالة إيه بقى؟ مين الشاطر هيقول لنا إن أنا ممكن أدي اكتيفيت شاكول؟ برافو. يبقى ايه بس برافو. يبقى انا ممكن بستخدم باسمها ايه بقى، بيبقى في الحاله دي بقول عليه مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركور، او بعمل حاجه اسمها جات دايلسيس في الحالات الاتيه. لو البويزن ده ستيك تو ذا ستومك، هيفضل وقت طويل في الاستومك زي الاسبرين، بيعمل كونكريشن وبيعمل اسبرين كيك. لو في ديليت جاستريك امتي زي الادويه اللي بتعمل ديليت جاستريك امتي، تمام، مثلا في حاله الباربيتوريت. لو في انتيرو هباتيك سيركوليشن، لو بيبقى ري ابزورب الثاني في الاستومك زي الادويه اللي زي تراي سايكليك انتي ديبريسنت وغيره. خلاص يبقى انا بقى عارف ايه هي الادويه او الدراجز اللي انا اقدر اعمل لها ايه، اديها المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول اللي هو الجاد دايلز. خلاص كده دي صوره ثانيه، ممكن اجيب لك برده صوره. هو بعد الابزوربشن بندي لسه اكتيفيتد شاركول في ايه ثاني؟ معلش بعد، بص يا دكتور، انا بدي الاكتيفيتد شاركول ده لسه لما يكون واحد واخد البوز مثلا من ساعتين ثلاثة أربعة up to 8 hour، لكن ما بديهوش بعد كده، ملوش لازمة الا اذا لو البويزن ده السم ده نفسه ليه كاركترستيك بتاعه ان هو بيفضل في المعدة وقت طويل، او ان هو بعد ما بيمتص بيروح بيبقى اكسكريت التاني عن طريق الهيباتيك سيركوليشن، يروح رجع للستومك تاني. فبالتالي ان انا من ضمن العلاج ممكن افضل ادي، تخدتوها في التوكسيكولوجي، في ادويه كده بقعد ادي في العلاج بتاعها، بقعد ادي اكتيفيت الشوك. تمام واضحه؟ تمام. دي صوره للانتو تراكيال تيوب عشان تبقوا شايفين شكلها، يبقى عشان لو جت لكم ده الاندو اي تي تي، يعني اختصار اندو تراكيال تيوب انتوبيشن، وده شكل الجاستريك لافاج. ده يفضل زيت ماشي، يعني ممكن اجيب لك صوره زي دي واقول لك ايه الادويه او امتى اعمل دايالسيس. طبعا انتوا عارفين لازم الدراج ده يبقى دايالزبل. يعني ايه دايالزبل؟ يعني اقدر اعمل له دايالسيس، يعني لو انا عملت له دايالسيس هتخلص منه ازاي؟ لما بيبقى لو مولكولار ويت، لو ليبيد ابزوربشن، لو بروتين بايندينج، كل ما يكون ووتر سوليبل، ويكون ووتر سوليبل كل ما يكون اسرع واسهل، وهو ده اللي اقدر اعمله دايالسيس. غير كده مش هقدر اعمل دايالسيس، بعمل حاجات تانية، اعمل هيموبرفيوجن، اعمل بلازما فيريسيس على حسب شكل. طيب كونتر انديكيشن، امتى ما بعملش بقى الدايالسيس؟ لو الدراج ده نان دايالزبل، يعني عكس الحاجات اللي فوق دي، او الشخص ده عنده كواجلوباثي. يعني ايه كواجلوباثي؟ يعني عنده بليدنج تندنسي، ماشي بقى على وارفارين، ماشي على اسبرين، عنده مشكله في الكواجليشن. لان انا لما باجي بعمل هيمو دايالسيس عشان انا باخد الدم بدخله في جهاز مكنه وبرجعه تاني، لازم ادي حاجه تمنع الكواجليشن. فانا اصلا بديله هيبرين او بديله ماده يعني بتخلي الدم ما يحصلوش كواجليشن، فبالتالي ممكن يخش في ايه، يخش الراجل ده في ايه، هيموريدج. ايه ممكن اجيب لك بقى صوره الهيمو دايالسيس تكنيك بتاع ده، واجيب لك جنبها مثلا الاستريكنين. فاكرين الاستريكنين سناكس فوميك اسيد؟ عارفينها. يبقى ممكن اجيب لك الصوره دي جنبها السيد بتاعه الاستريكنين. خلي بالنا في الامتحان انه هيبقى فيه ربط، يعني مش اسطمبه، لا ممكن اجيب لك دايالسيس يونت مع استريكنين، واقول لك هل ينفع ان انا استخدم الدايالسيس ده في حاله الاستريكنين بوزن؟ هتقول اه او لا. ممكن اجيب لك الدايالسيس يونت دي مع الايثانول او الميثانول. طب هتقول، بقول هتجيبوا لنا الايثانول والميثانول ازاي؟ اجيب لك التيوب. انتوا احنا خدنا الكالر تيست بتاع الايثانول، فاكرينه كان بيبقى لونه ايه؟ الكالر تيست بتاع الايثانول كان لونه ايه؟ كالرلس. برافو. الميثانول، الميثانول كان عامل ايه؟ بيعمل بريسيبتيشن رينج، فايلت رينج، هنشوفها دلوقتي. خلاص
يبقى ممكن اجيب لك صوره من الكالر تيست مع الدايرسيس دي، او صوره من البلانت بويزن اكزامبل الاستركنين، او صوره للساليسيليك. الساليسيليك بيعمل لون ايه؟ فايلت. فايلت كالر. تمام دكتور، واحنا ما بنستخدموش مع الاستركنين؟ مين هو الدايرسيس؟ لا ليه، ما مكتوب اهو في مدرسة ان كيس اوف ان احنا بنستخدم. انا هستاذنكم بس ثانيه واحده مش هطلع الدكتور. دكتور، هو احنا بنستخدمه مع الايثانول والميثانول؟ دي دكاتره، دي واحده بس وهاجي لكم تاني، معلش ثانيه واحده. السلام عليكم يا دكاترة، معلش بعتذر بس. طيب هنكمل. طيب يبقى الحاجات اللي هعمل لها دايرسيس: الفينول، الاوكزاليك اسيد، الاستريكنين، الايثانول والميثانول زي ما قلنا، الساليسيليك، الباراسيتامول، والباربيتوريت، تراي سايكليك انتي ديبريسنت، والليثيوم والسايفينيل. فبالتالي لو جبت لك الصورة دي واقول لك ايه هي الحاجات اللي هنستخدمها وهتختار حاجة من دول، يبقى احنا كل دول هيمشوا معانا عادي، ما فهمش مشكلة. تمام؟ طيب لو جات لك صورة زي دي، انتوا خدتوا الكروزك مش كده؟
ايوه. طيب الصوره دي في حاله ايه؟ اللي بيعمل بلاكش ديسكولوريشن وبيعمل الميكوزا، بيعمل نيكروزز للجاستريك ميكوزا بالشكل ده، سلفوريك اسيد. ده السلفوريك اسيد. يبقى البلاكش ديسكولوريشن والنيكروزز اللي احنا شايفينه دوت في حاله ال H2SO4 انجشن. تمام، يبقى الصوره دي لما تجينا هنقول دي بتاعت H2SO4. ما تقلقوش ان شاء الله نصور، يعني الصوره تبقى واضحه. ممكن نجيب صوره زي دي وهيبقى اللون الاسود طبعا واضح، او دي يعني فباينه ان شاء الله. طيب في صوره ثانيه، دي النيتريك اسيد بيعمل ايه؟ بيعمل يلوش قشر زي ما انتوا شايفين كده. في الاول اول دي بتبقى بالشكل ده، بعد كده ده سكند دي، وبعد كده بعد 22 يوم يبقى اليلوش ديسكولوريشن. دي مع مين دكتور؟ مع النيتريك اسيد. نعم. عشان تنفع تقفلي اللي هو ان ما حدش حد بره الميتنج، اعمل ايه؟ عايزك تقفلي ان حد يكيك حد بره الميتنج. ومين حد طلع حد؟ انا مش عارفه اعملها كتير كتير يعني مع ناس كتير. طب يا جماعه، طب قولوا لي لو حد فاهم من اللي قاعدين. انا سيبقى لي كتير مش بستخدم التيمز، فحتى كده خايفه اقفل اعمل اي حاجه اقفلها. في حد عارف حاجه يقول لنا؟ لا خلاص. طب يا جماعه عيب ما تعملوش كده، ما يصحش. ماشي، لا خلاص ابدا. ابدا يا دكتوره، ابدا يا دكتوره ان شاء الله. نشوف سلام. الدنيا حر معاكم، الناس مش طايقه بعضها. طيب ماشي نكمل. الصوره دي بقى خلاص يبقى بلاكش ديسكريشن مع مين؟ مع ال H2SO4. النيتريك اسيد لونه ايه؟ يلوش. لو تقول لنا الصوره ابيض واسود هنعرف منين؟ هنكتب لكم. خلي بالنا لما تلاقي صوره بتاعه تيوب او بتاعه سكين او حاجه هيبقى مكتوب جنبها، هيبقى مكتوب جنبها الكالر. اقول لك مثلا ده بلو، ده بلو كالر، بينك كالر، فايولت كالر، عندنا في الفايولت والبلو، هنقول كلير تيوب مثلا او السكين هيبقى لونه هنكتب جنبها. هنبتدي بقى نتكلم دلوقتي على دايليتد بيوبل. الدايليتد بيوبل ممكن نجيب لك صوره زي دي، اوكي، ويجي معاها يا كالر تيست يعني تيست تيوب، او يجي معاها مثلا بلانت. تمام، انتوا طبعا عارفين البلانت اللي بتعمل دايليتد بيوبل، فهم كتير جدا. فبالنسبه للدايليتد بيوبل هنجيبنا اهي سواء الصوره دي او الصوره دي او دي مثلا، ويقول لك مثلا اختار هل البلانت ده هيعمل البيوبل تشينج دي ولا لا، وكذلك برضو الكونستريكتد بيوبل. الكونستريكتد بيوبل يعني اللي هي البين بوينت بيوبل زي ما احنا شايفين كده اهو. يبقى احنا بالتالي لازم نبقى حافظين وعارفين ايه هي الادويه او ايه هي الدراجز او ايه هي البلانت بوزن اللي بتعمل لي دايليتد بيوبل واللي بيعمل كونستريكتد بيوبل. يا جماعه ده النيتريك اسيد، ماشي الدنيا الصور متلخبطه، انا اسفه. برضو الكوروزيف، دي صوره من الكوروزيف بيبقى فيها اوسوفاجيال ستريكشر. مين اللي بيعمل الستريكشر كده؟ بيكون مين؟ دي الالكالين كوروزيف. الالكالين كوروزيف هي اللي بتعمل اوسوفاجيال ستريكشر. يبقى انا لما اجيب لك صوره كده اكس راي وفي الستريكشر اهي باينه، يبقى دي بتحصل مع الالكالين كوروزيف. واضحه؟ انا مش عارفه حاسه فيها الديسبايس بس متلخبطه الكيوبل. ما كانتش تبقينا ان لسه هنتكلم عنها تاني، معلش طبعا لان انا عشان اجمع لكم السلايدات كلها قعدت من شويه بدخل كله في بعضه، فمعلش ممكن تلاقوا في حاجه يعني حاجه قبل حاجه او حاجه يعني سابقه حاجه، بس هنتكلم ان شاء الله على كل حاجه. نيجي دلوقتي على الراديو اوبيك شادو. انتوا خدتوا حاجه اسمها شيبس، والشيبس دي اختصار للحروف دي، حروف الدراجز او الحاجات اللي بتعمل راديو اوبيك شادو في الاكس راي. يعني انا لما اعمل اكس راي بالشكل ده كده، نجيب لك صوره في الامتحان زي دي كده، وهتلاقي فيه زي شكل بيلز اهي طالعه في الاكس راي. طب ايه هي بقى الادويه اللي بتعمل كده؟ ممكن اجيب لك على فكره راديو اوبيك شادو دي ومعاها حاجه ثانيه، نخلي بالنا. ممكن اجيب لك معاها بلانت، ممكن اجيب لك كالر تيست، ممكن اجيب لك الراينش تيست اللي هو الميتال، لان هو الميتال اللي بيعمل راديو اوبيك شادو. يبقى الحاجات عندي الكلور الهيدريت بالاختيارات، يعني ممكن تختار ايه، الهيفي ميتالز، وطبعا ممكن اجيب الراينش تيست. والراينش تيست انتوا خدتوا فيه عندنا اثنين، ايه هما؟ خدنا تو بويزن، هنشوفهم بعد شويه.
تمام الميركوري والارزينيك. يبقى انا لو جبت بالتالي لو جبت صوره للبرنش تيست بتاع الميركوري او الارزينيك ومعاها الاكس راي دي، او ممكن اجيب لك الاكس راي بتاعه مثلا اللي هي الاسوفيجيال ستريكشر واقول لك هل الميركوري ممكن يعمل كده ولا عكس يعني. طيب يبقى ايه ادي الهيفي ميتال عندنا الايودين الفينوسايازين. ممكن بقى اجيب الكالر تيست بتاعت الفينوسايازين. حد فاكر الفينوسايازين الكالر تيست لونه كان ايه؟ بينك. بينك برافو بينك. الانتيرو الانتيريك كوتد تابلت زي الاسبرين اللي هو الساليسيليت. الساليسيليت فاكرين كان بيدي لون ايه؟ كالر تيست بتاع فايولت. تمام فايلت. تمام برافو. السولفنت عندي زي الكلوروفورم والكربون تيترا كلورايد. يبقى انا في حاله الاكس راي بتاعت الريديو اوبيك شادو دي ممكن اجيب لك الصوره دي سواء معاها كولر تيست او معاها الرانج تيست او معاها بلانت بويزن او وات ايفر، واقول لك هل ممكن ده يحصل مع بعض ولا لا. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تيجي، جبنا صوره زي الصوره اللي احنا شايفينها دي، ده اكس راي على الني جوينت تمام، وفي اكس راي برضو انتوا خدتوه على الميتاكاربال بون بتاعت الهام. دي بتحصل في حاله الايه الكرونيك ليد توكسيستي، بيبتدي يحصل بريسيبتيشن، ده بيقولوا عليها الليد لاين تمام. يبقى احنا مش بنبص على اليونيون ولا نون يونيون، هو طبعا هنا في نون يونيون بس انا ببص على الحته البيضة دي، ده اسمه الليد لاين. يبقى ده بيحصل في الكرونيك ليد توكسيستي. تمام يا دكاتره. يبقى نرجع تاني الكلييشن الليد توكسيستي، يعني في الاكيوت توكسيستي وفي الكرونيك توكسيستي. الكرونيك توكسيستي بتعملي تدي الكلييتورز. انت بتقولي لنا بقى ايه هم الكلييتورز بتوع الليد، ولا دي واللي ما تدهوش الدمسه. طيب عشان ما نضيعش وقت، المهم يعني ان الليد توكسيستي طبعا ليه علاج. الكرونيك ليد توكسيستي فيه الكلييتورز وكل حاجه، الميركوري والليد كل حاجه فيهم ليها الكلييتورز بتاعتها. وكلياتور دي اللي قلنا عليها كده لان هي بتبقى سبيسيفيك للهيفي ميتال توكسيتي. نرجع تاني للمدرياسيس او الدايليتد توبل، لما اجيب لك الصوره دي او دي ومعاها يا بلانت بويزن يا كالر تيست يا اي حاجه بقى اوكي، وانت هتقول لي هل البلانت ده بيعمل البيوبل تشينج دي ولا لا. طيب مين البويزن او الدراجز يعني اللي ممكن تعمل دايليتد توبل؟ عندي الانتي كولينرجيك كلهم، ومنهم طبعا الارسوم الاتروبين، وعندي السيمباثومايماتيك سيندرومز، اي حاجه بتعمل سيمباثومايماتيك تعمل دايليتد توبل، الامفيتامين السايوفلين الكوكين والافيدرين كل دي بتعمل دايليتد توبل. تمام ده الكونستريكتد توبل بتحصل مع الكولينرجيك سيندروم اللي هم عكس الانتي كولينرجيك، والاوبيوم طبعا الاوبيوم سندروم، الفنتانيل، الارجوت، الكربوليك اسيد، الفينول، كل الحاجات دي بتعمل الكونستريكتد توبل. ماشي. لو انا جبت لحضرتك صوره للبيوبل سواء دايليتد او كونستريكتد، هنفترض هجبنا الكونستريكتد توبل دي وجنبها صوره للداتورا فاستيوزا، هقول لك هل السيت دي ممكن تعمل للبيوبل تشينج دي اه ولا لا؟ لا. تمام شاطرين، يبقى دي بتعمل دايليتد بيوبل. كذلك الداتورا سترامونيوم نفس الكلام بتعمل دايليتد بيوبل. ممكن اسالك ايه الاكتف برينسيبل بتاع الداتورا سترامونيوم والداتورا فاستيوزا؟ حد يقول لنا اتروبين. ايه تاني؟ الهايبرامين والهايسين. برافو. اللي يبقى الاكتف برينسيبل بتاع الداتورا سيد هنا الاتروبين الهايوسين والهايوسينين. ايه الاتروبين والهايوسينين شبه بعض في الاكشن؟ الهايوسين اللي بيختلف، هما الاتروبين والهايوسينين بيعمل ستيميليشن او فولو باي ديبريشن، اما الهايوسين بيبقى ديبريسنت فروم ذا ستارت. تمام. طيب يبقى دي صوره ثانيه للداتورا كبسول. اجيب لك الداتورا كبسول ومعاها سواء دايليتد توبل او كونستريكت توبل. طبعا الداتورا ديت الكبسول دي اهي جواها وهي مقفوله اهي بالشكل ده، لما بتبقى بتستوي يعني بتفتح كده بيبقى فيها كومبارتمنت، الكومبارتمنت دي جوه محطوط فيها السيد، والسيد دي اما لونها اسود بيبقى اسمها داتورا سترامونيوم او لونها بني بنقول عليها داتورا فاستيوزا، وهما الاثنين الاكتف برينسيبل بتاعهم
اتروبين هالوسين هالوسامين، ودول اللي بيعملوا الدايليتد بيبل، اللي بيعملوا التاكي كارديا، اللي بيعملوا هايبر سن، بيعملوا فيفر، بيعملوا دراي سكين. البيكتشر بتاعت السندروم بتاعت الاتروبين المفروض تبقوا عارفينها. طيب من الحاجات اللي بتعمل دايليتد بيبل برضو الكنابس، يبقى خلي بالنا ان الكنابس بيعمل دايليتد بيبل. يبقى البلانت دي البلانت اسمها الكنابس، كنابس ساتايفا بلانت، وده الهاش، وده المارجوانا. المارجوانا اللي هي بيبقى الليفز، درايز ليفز بتاعه الكنابس، وده السكريشن اللي بيطلع منها، بيعملوا منه الايه الهاش او الحشيش. طب الاكتف برينسيبل بتاعه الكنابس ايه؟ لازم نبقى عارفينه طبعا، ان هو دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. يبقى ده الاكتف برينسيبل، وهتعمل لي دايليتد وكونجستد كونجشن في الكونجنتايف. يبقى دي من الحاجات برضو اللي هتعمل دايليتد بيبل. الكوكين برضو، الكوكين هيعمل دايليتد بيبل. ده البلانت بتاعه الاكسوكسين كوكا بلانت، ودي الكوكين كراكس، والاكتف برينسيبل بتاعهم الكوكين، والاثنين هيعملوا دايليتد بيبل. معايا دكاتره لحد دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ مفهوم؟ مفهوم يا دكتوره. طب كده يا دكتور، يعني المفروض هنعرف كل النظري بتاع البلانت يعني؟ بصي اللي انا بقول يعني اللي هو بتاع العمل، يعني الجزء اللي بيخدم على العمل. انتوا كده كده هتذاكروا، هو اللي هو امتحان اصلا واحد، انتوا امتحانوا فرع واحد، فيعني انتوا كده مش داخل معانا المستر يا دكتور. طيب تمام، بس يعني على الاقل نبقى عارفين الاكتف برينسيبل بتاع البلانت، يعني مش هنقول اكتر من كده، يعني نبقى عارفين الاكتف برينسيبل، نبقى عارفين الاكشن بتاعه هيعمل ايه، هيعمل دايليتد بيوبل ولا كونستريكتد بيوبل، ايه هو الاكتف برينسيبل بتاعه، ده مهم جدا. تمام. صوره ثانيه اللي هي البابافير سمنيفرال كبسول، دي هتعمل ايه، ويتش ساين دايليتد ولا كونستريكتد بيوبل، يعني الثلاث صور دول واحد، دي او دي او دي، هتعمل لنا اني تمام. برضه الاستريكنين، قلنا الاستريكنين هيعمل دايليتد بيوبل، اللي هي الاستريكنس ناكس فوميك اسيد. وات از ذا اكتف برينسيبل اوف استريكنس ناكس فوميك اسيد؟ الاكتف الماده الفعاله بتاعه الاستريكنس ناكس فوميك اسيد الاستريكنين. برافو، الاستريكنين اند تريسز اوف بروسين. طيب ممكن يجي لي سكين بالشكل ده ولونه محمر زي ما احنا شايفين كده، احنا عارفين ان اللي بيعمل ريد سكين او ريد كولر كده بيحصل فيه الكربون مونوكسيد توكسيتي او السيانايد، او في حاله الكولد ديس. فالصوره دي لو جت وقلت لك هنا في ريد سكين، هتقول لي ده كربون مونوكسيد ولا سيانايد او هما الاثنين، فطبعا هتختار ان هو كربون مونوكسيد ان سيانايد. في صوره تانية ممكن اجيب لك صوره زي دي كده ومعاها الشكل ده، حد يقول لنا اسمه ايه ده، والشكل ده اسمه ايه اللي بيحصل في حاله الاستريكنين بويزن. الاستريكنين بيعمل ايه؟ بيعمل كونفالجن. ايه بقى بتقولوا ايه؟ بس معلش مش سامع. ايه ما سمعتش. طيب بيعمل الوش ده الشكل اللي هو ده، اسمها بيتر سمايل، اللي هو الواحد بيضحك كده وهو مش طايق نفسه. بتبقى دي عباره عن زي كونفالجن او ماسل سبازم في الوش، بقول عليها ريسس ساردونيكس. يبقى ايه الشكل ده؟ اسمه ريسس ساردونيكس. تمام. او بيعمل، وبيعمل كمان قصدي الحاجه اللي اسمها دي اللي هي الكونفالجن، بيبقى فيه سبازم في الاكستنسور المصل، عشان كده بياخد الوضع ده اللي هو اسمه ابيزوتنوس بوزيشن، يعني بيبقى عامل زي الارش كده، شايفين بيبقى ارش باك هاي ارش باك. يبقى الحالتين دول او التو ماسل تشينج دي او الماسل سبازم بتحصل في حاله الاثنين. انتوا عارفين السكين اصلا بيعمل كونفالجن، بيعمل ريسبيراتوري ماسل باراليسيس، وبيعمل ديث. تمام. يبقى انا لو جبت الصوره دي ومعها الصورتين دول، هقول ده استريكنين، واقول التو تشينجز دول ممكن يحصلوا في حاله البويزن ده. تمام كده. من البلانت اللي خدوا الديجيتاليس بربرا بلانت، والاكتف برينسيبل بتاعها الديجوكسين والديجيتوكسين، وده كارديو توكسيك. حد يعرف ليه هو كارديو توكسيك؟ يعني في التوكسيك دوز ليه بيعمل كاردياك توكسيستي؟ يبقى دي شكلها لما تجيلك دي تبقى عارف ان هي الديجيتاليس بربرا، وبتعمل ايه بقى التوكسيستي بتاعتها؟
حد عارف؟ كارديو توكسيستي. تمام، هو بيعمل كارديو توكسيستي في شكل ايه؟ بيعمل برادي اريزمية وتاكي اريزمية، بيعمل هارت بلوك، يعني بيعمل كل حاجة في الهارت. تمام، عشان كده بقول لك كارديو توكسيك. خدتوا حاجة اسمها الاكونايت روت. الاكونايت روت ده حاجة كده عاملة زي الكونيكال شيب، شبه القمعة كده شوية، ولونها بني وبيبقى مجعدة من برة، ولما تقطعها لو عملت كات سيكشن فيها زي ما احنا شايفين كده لونها بيبقى كريمي وايت. عبارة عن ايه ده؟ الاكتف برينسيبال، المادة بتاعته الفعالة اسمها اكونيتين، وده بيبقى كارديو توكسيك، بيعمل كارديو توكسيسي وبيعمل داس. يبقى الصورة دي لو جات لك اقول لك مثلا الراجل ده هيموت من ايه، هتقول كارديو توكسيستي. ممكن اجيب لك هي والديجيتال فاقول لك طب الراجل ده هيموت في الحالتين دول من ايه، كارديو توكسيستي ولا هيحصل له ريسبيرتي فيلير، تختار طبعا كارديو توكسيستي. تمام، في بقى الجالا بروت اهو. هو ها دكتور، هو الوصف معانا اللي هو الارقام السايز والشيب والحاجات دي؟ لا لا لا، مش لازم، ما تحفظوش الحاجات. الكلام ده لو كان الامتحان ريتنج كنت هتكتبه في الكومنت، لكن انتوا مش هتكتبوا حاجه فهتختاروا بس. الجالا بروت بقى هو شبه قوي الاكونايت بروت، نخلي بالنا، بس ده ايه، شبه الام كده، لكن التاني فيوزي فورم. شايفين زي الايه شكله ايه؟ فيوزي فورم، شكله مخروطي شويه. الاكتف برينسيبل بتاعته جايه من اسمه جالابين وجالابرين، وده لما نعمل له كات سيكشن هيبقى لونه براون، يعني الكات سيكشن بتاعه لونه براون. طب ايه مشكلته ده؟ ان هو ممكن هو بيستخدم كبرجتيف، يعني برجتيف يعني ملين، وبالتالي بيعمل ريفلكس يوتراين كونتراكشن، ممكن يعمل ابورشن. الكروتون سيد ده برضو لونه براون، دال براون دارك كده، وباي كونفكس، والاكتف برنس بتاعته كروتين وكروتينين، وبرضو بيعمل ابورشن. دي جوست سيد النوت ميك سيد. تمام، وده الكاستر اويل سيد، دي الاكتف برنس بالمرستيسين، وهنا الرايسين والريسينين. مش لازم يعني ايه تحفظوا قوي الاكتف برينسيبال، يعني بس كنتوا عارفين ده برضو بيعمل ايه. الاثنين دول هيعملوا برضو البيركاتيف، وكنت مستخدم كابورتيفيشن. يبقى البيركاتيف اند ابورتيفيشن دراج عندي مين؟ كاستر اويل سيد، خلي بالنا عشان ام سي كيو، الكروتين سيد، النات ميج سيد، والجالب روت. تمام كده يا دكاتره، مفهوم؟ واضحه الدنيا؟ يبقى عندنا كده غطينا، اتكلمنا على في الجنرال توكسيكولوجي على السيرب افتكات والاكتيفيتد شاركون والجاستريك لافاج والاندوتراكيال تيوب والهيموداياليسيس. عرفنا كل حاجه، الاسئله اللي ممكن تيجي عليها. شفنا البيبل تشينج، عندي في دايليتد بيبل وعندي كونستريكتد بيبل، وازاي اربط ما بين الحاجات، ان انا ممكن يجي لي بويزن، يجي لي سواء بلانت او يجي لي كولر تيست، واقدر احدد واقول هل هو السبب للاي تشينج دي او لا. اتكلمنا عن الكروزيف والاكس راي بتاعها اللي ممكن يجي، الشيبس والدروجز اللي ممكن تعملها، اتكلمنا عن السيدز كلها وايه هم الابوتيفيشن اند بيرجاتيف سيدز، وايه الحاجات اللي بتعمل الكونفالجن وشكلها بيبقى عامل ازاي. حد عنده سؤال في اللي فات عشان اكمل؟ لا تمام جدا يا دكتور. خدتوا حاجه اسمها سكريننج تيست، ومنها هي الكالر تيست، السبكتروفوتومتري، الاميونولوجيكال ميثود، والكروماتوجرافي. يبقى انا ممكن سؤال كده يجي لك يقول لك ايه هم السكريننج تيست، يبقى حافظ بس ايه الهيدنج بتاعهم، مش لازم كله، بس نبقى عارفين بس كالر تيست، سبكتروفوتومتري، اميونولوجيكال، كروماتوجرافي، كفايه قوي. تمام، يبقى انا عارف دول سكريننج تيست. طب ايه هم الكونفرماتري؟ يبقى عارف بس اللي هم المين، الجي سي ده اختصار الجاس كروماتوجرافي، اعرف ان في حاجه اسمها اتش بي ال سي، مش مشكله اعرف بس اتش بي ال سي دي، هو اختصار هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، برضو نوع اخر من التست. وفي الجي سي ام اس، جاس كروماتوجرافي ماس سبكتروفوتومتري، يعني تحفظوا بس ايه اسمين كفايه منهم، مش لازم كلهم. والاي تي، الاي بي اس ده تبقى عارفين ان ده مخصوص لمين، الاتوميك ابزوربشن سبكتروفوتومتري، ده بستخدمه في الهيفي ميتال فقط. يبقى انا ابقى عارف ان الريليش تيست ده للهيفي ميتال، والكونفورماتري بتاعه جهاز اسمه اتوميك ابزوربشن سبكتروفوتومتري، وانتوا شفتوا اشكالها في العمل.
طبعا دي مش هتجيلك يعني مش هجيب لك صورته واقول لك ايه ده يعني، بس انتوا تبقوا عارفين ايه اساميهم، وعارف بس ان انا بستخدم الاتوميك ابسوربشن ده للايه للهيفي ميتال. تمام. طب واعرف برضه الادفانتج ايه ميزه الكالر تيست ده، اعرف اتنين ادفانتج واتنين ديس ادفانتج. طب ايه هم الادفانتج بتاعته؟ حد عارف؟ هم مكتوبين بس هو من يعني من شكله كده ان الكالر تيست ان هو سيمبل سهل، يا ده الوان بتجيب ريجنت تحط عليه الماده، ولو اداك لون تبقى موجوده، ما ادكش اللون تبقى مش موجوده. يعني كده هو سيمبل وايزي تو بيرفورم، يعني ممكن تعمله بسهوله وانت قاعد كده تاخده على طول. بيد سايد تيست مقصود بيها يعني لما يكون حتى العيان في السرير بتاخد منه عينه يورين او حاجه او بلاد وبتعملها على طول. كلمة كارت directly on the available sample، يبقى أنا مش لازم أحضر العينة، يعني مش بعمل extraction للبروتين ولا بعمل أي حاجة، لأ أنا مجرد باخد اليورين أو باخد البلد ده وبحطه direct على الكالر تيست وبيديني إيه الشكل. عيوبه إن هو screening test only. حد فاهم يعني إيه كلمة screening test only؟ يعني ايه؟ يعني هو good negative بس ما ينفعش استخدمه ان هو مش diagnostic. لو هاخد معايا confirmative. شاطرين، برافو عليك هيلين. يبقى كلمة screening يعني حاجة زي مسحة كده، مسح يعني. انا مثلا شاكك في 10 بيتعاطوا مثلا، خلاص عملت تحليل للعشرة، خمسة منهم طلعوا positive وخمسة negative، يعني هعمل exclusion للخمسة negative واعمل confirmation للخمسة. هي دي ال screening. رابيد كولر تشينج مشكلته ان اللون ده بيتغير، بيحصل اوكسيديشن فاللون يتغير، فانت لازم تخلي بالك اللون اللي طلع لك في الاول ايه، لان بعد كده اللون بيتغير. لو سنسيتيفيتي يعني مش حساس قوي، يعني ممكن ايه يكون في حد يعني دراج يبقى موجود بمينيمال فيري مينيمال دوز ما يقدرش يلقطها قوي. تمام. يبقى دي عيوب. ما انا اعرف ميزتين وعيبين يبقى حلو قوي. طيب قلنا من شويه ان انا ممكن اجيب لك الكالر تيست ده ودي هقول لك جنبها على التوب دي فايلوت كالر. شباب يا دكتور، الفايلوت كالر دي بتاعت مين؟ بتاعت السلسلة. يبقى انا ممكن اجيب لحضرتك كمان اكس راي اللي هو فيه الشيبس لو فاكرين، وممكن اقول لك هل الدراج ده ايه هو الدراج اللي هيعمل لي الكالر تيست الفايلوت وهيعمل لي الشيبس. هتقول لي مين؟ هتقول مين؟ سلسلين. الله ينور عليك. البينك اللي هو الفينو سايزين. تمام. وخلي بالنا الفينو سايزين ليه اتروبين لايك اكشن، خلوا بالك من الحته دي. يبقى انا ممكن اجيب لك الفينو سايزين ومعاه دايليتد تيوبل الكالر تيست يعني مع تيوب، واقول لك ايه هو البويزن اللي هيعمل ذا تو تشينجز. هتقول لي مين؟ مين يا ولاد؟ ايه؟ بيعمل انهي تو تشينجز معلش؟ بيعمل بيوبل تشينج، بيعمل دايليتد تيوبل، هو ليه اتروبين لايك اكشن الفينو سايزين. فبالتالي لو جبت دايليتد تيوبل ومعاها بينك كالر تيست هقول لي الدايجنوستيك بتاعي مين؟ فينو سايزين. طيب برضو كذلك ممكن اجيب الشيبس اللي هي الراديو بيك شادو ومعاها الرانش تيست اللي احنا شايفينها دي بتاعت مين؟ البلاك سفيريكال جلوبيول دي بتبقى بتاعت مين؟ ميركري. يا جماعه مكتوبه قدامكم وقاعده قدامكم. ويبقى اجيب لك الصوره دي مع الراديو اوبيك شادو تشيبس واقول لك دايجنوز مين الدايجنوزز ده، هتقول لي مين؟ ميرك. برضو ممكن اجيب لك صوره الشيبس دي والارزينك واقول لك دايجنوز ذا بويزن ذات كوز تو ابيرنت تشينج، هتقول عليه مين؟ مين ده؟ ارزينك. اصحوا يا اولاد اصحوا، انتوا ذاكرتوا ولا ما ذاكرتوش؟ استعدت للامتحان بتاعكم بحاجه السبت خلاص بعد بكره، ذاكرتوا نص بعد. انا مش سامعه، مفيش اي اجابه. ذاكرتوا ولا لسه؟ نص بتحتفلوا بالاجازه. في حاجات كتيره يا دكتور من قبل الميد ترم، فمش اصلا مش داخله معانا في الفاينل يعني. طب حلو، ايه علاقته باللي انا بقوله؟ انا بقولش حاجه.
طيب عامه ما خلص ان شاء الله، لو حد عنده اي سؤال يعني واقف قدامكم ممكن اجاوبه، مفيش مشكله. كمل الباربيتوريت يا شباب، حد فاكر كان بيعمل سكين تشينج فاكرينها ايه هي؟ بلستر. برافو، بيعمل سكين بلستر. برافو، سكين بولي وسكين فيزيكال وبلستر اللي انتوا تحبوه كله. يبقى انا ممكن اجيب لك شكل السكين ده، واحد ايدي مفقعه كده ومعاها الكالر تيست، واكتب لك جنبها ده بلو كالر تيست، وحضرتك تقول لي ايه هو الدايجنوزس بتاعك. هتقول ايه يا اولاد يا دكاتره؟ ماشي يا اولاد، عشان انتوا كبرتوا. قول عليها ايه؟ باربيتوريت. برو، شاطرين والله شاطرين. طيب اهي سبحان الله البليستر في حاله البولي. خلي بالنا لو انتوا شاطرين تفتكروا مين تاني كان بيعمل البولي كده، سكين بولي وفيزيكال؟ فيرست ديجري بيرد. فيرست ديجري بيرد بتحصل، برو بتحصل مع فيرست ديجري بيرد، وبتحصل حاجه كمان برضو خدتوها في الساينايت فاكرين؟ قلنا الساينايت برضو بيعمل سكين فيزيكال بيعمل بليستر 60%. برافو شاطر. بقى ايه في نسبه منهم بيحصل له ايه عشان هو بيقلي كوروزف افكت، ممكن يعمل الايه البولي. ما احنا قاعدين بنربط الدنيا. ادي ده شكل الايسايل الكحول، عشان لو جبت لك صوره مثلا هيمو دايليسيس يونت وجبت لك الشكل وكالر تيست كلير كده وقلت لك هل ايه هو البويزن ده اللي انا اقدر استعمله هيمو دايليسيس وبيديني الكالر تيست ده، هتقول لي مين؟ ايسايل الكحول. ايسايل الكحول برافو. ده الميثانول اللي كان بيسأل من شوية، دي الفايلوت رينج اهي، بيبقى بين التو لايرز دي بيبقى في عندي رينج كده، وبرضو بقدر اعمل له هيمو دياليسيس. طيب احنا كده خلصنا التوكسيكولوجي تمام، كده خلص. حد بقى عنده اي سؤال في التوكسيكولوجي؟ دكتور عندي سؤال في البرن كده. في الايه؟ في البيرن. في البيرن في الفورنسيك يعني. طب تحبوا نكمل فورنسيك ولا خلاص؟ يا ريت فورنسيك. يا دكتور نكمل براحتك. اللي عايز يعني ليه بالميتنج انا ما عنديش اي مشاكل يعني، خلاص انا خلصت كده الجزء بتاع التوكسيكولوجي. اللي عايز نكمل فورنسيك ما عنديش اي مشاكل، اللي عنده اي اسئله برضو تحت امركم انا معاكم. ماشي نكمل ونيجي السؤال بتاعك. طيب السؤال بتاعك بتاع البيرن خليكي شايلاه لحد ما نيجي النقطه بتاعته ان شاء الله نجاوب عليه. حد عنده اي سؤال في التوكسيكولوجي قبل ما نقلب؟ يبقى الامتحان ان شاء الله هيبقى حاضر هرد عليك. الامتحان ان شاء الله هيبقى ام سي كيو، هيبقى ان شاء الله دايركت جدا مباشر، يعني الحاجات اللي انا قلتها لكم دي ان شاء الله يعني تبقى مفيده ليكم. نركز جدا في السؤال، نشوف البيشنت ده وضعه ايه بالظبط، اخلي بالي من الكوماتوز والكونشس، اخلي بالي من الالمينيشن بيفور اند افتر، اخلي بالي من الربط ان انا ممكن اربط كولر تيست باكس راي، اربط بلانت بكولر تيست، اربط حاجات ببعضها، يعني ايه نشغل دماغنا كده مع بعض. اتفضل يا دكتور. دكتور شكل اسمها ما البذره او الاكونايت روت او الروتس عموما الشكل علينا حفظه يعني؟ لا ككتابه لا، ما انت قلت لك انت مش هتكتب حاجه في الامتحان، انت بس مجرد تشوفها تعرف ايه دي البلانت بس. يا جماعه ما عليكم ان انت تبقوا عارفين شكله، لما تشوفه كده تعرفوا ده مين، تعرف بيعمل ايه، وتعرف الاكتف برنسبل بتاعه بس. ماشي، مش مطلوب اكتر من كده. ومش الارقام صح اللي هي من لا ولا الارقام ولا اي حاجه ولا اي حاجه خلاص. في حد عنده سؤال تاني نكمل؟ طيب ممكن اجيب لك ان شاء الله يعني ممكن اكيد حبيت الايدنتيفيكيشن. يعني اول حاجه احنا هنمسك الفورنسيك بالترتيب، ابتدينا بالايدنتيفيكيشن. اول حاجه ايدنتيفيكيشن اوف ايج، لازم نحفظ بقى نحفظ حفظ ما فيهاش مناقشه، ده ميديكال ليجال امبورتنس اوف الايجز المهمه اللي هم مين بقى المهمين من الاخر كده. الايج اوف بيوبرتي اللي هو 14 15 سنه، الايج اوف 16 تحفظه 16 ده بيحصل له ايه، 18 ميديكال ليجال امبورتنس، 21 ماشي، 60 سهله كده خلاص. يبقى حد يقول لنا كده الايج اوف 14 او 15 ده الايج اوف بيوبرتي بنعرفه منين؟ البول
مين؟ القلب. القلبه قلبه بيحصل يونيون مين ومين؟ التروكليو كابيتيوم. برافو. التروكليو كابيتيوم 14 ومع الشفت عند 15. وفي حاجه ثانيه حلوه قوي في الهيب بون اللي هو ايه؟ استابلم. استابلم الواي شيب دي بيحصل لها ديس ابييرنس ات بيوبرتي. بقى دي مهمه جدا وتبقوا حافظينها ان الواي شيب دي عند بيوبرتي بيحصل فيوجن. طيب يبقى التروكليو كابيتيوم 14 15. طيب السن الثاني المهم جدا السن رقم كام؟ 16. بيحصل ايه عند 16 سنه ده؟ حد يقول لنا. اللاترال ايبي كوندايل. ماشي. لا انا بتكلم برافو شاطر بس انا بتكلم على الميديكو ليجال امبورتنس. نبقى حافظين الميديكو ليجال امبورتنس بتاعه الايدج. بيطلع اي دي يا دكتوره. برافو. بيطلع الاي دي. ايه تاني؟ بيطلع الموتور سايكل لايسنس. تمام. بيطلع الاي دي. كفايه كده. طب 18 بقى مهم جدا في حاجات كتير قوي. الايدج اوف ايه؟ درايفنج لايسنس. تمام. 2 الايدج اوف ماريج سواء ميل او فيميل. 3 الايدج اوف ايه؟ فيرست ميليتري كول. الايدج اوف اللي هو كان جيت جوب ان جوفرمنت يعني يقدر يشتغل في الايه في الحكومه. يبقى ايدج 18 ده مهم جدا. الدرايفنج لايسنس الفيرست ميليتري كول اللي هو الايدج اوف ماريج. خلاص يبقى ده 18. 21 اللي هو الايدج اوف سيفل رايت اند فول ريسبونسبيلتي اللي هو سن الرشد نعرفه عند 21 by union of the A. بيحصل union of A. 21. نيجون. مش النين نفسها يا جماعة اللي بتلحم. نخلي بالنا. The lower end of the A of the femur and the upper end of tibia and fibula. Union of the epiphyseal line. مفيش joint بيلحم. ده العظمة. هي حوالين الجوينت. اللي هي عظمة الفيمر. lower end of the femur and the upper end of tibia and fibula. بيحصل لهم فيوجن للإبفيزيال لاين بيلحم عند 21 سنة. وعند إيه تاني؟ الإسكيال فيبروستي. الإسكيال فيبروستي بتلحم عند 21 سنة. طيب نرجع بقى تاني. بقى بجي لك صورة زي دي مثلا في الامتحان وأقول لك إيه هو الإيج بتاع العظمة دي؟ ده بلو 16. طب أبوف 18. طب بلو 18. طب 21. أنت بحضرتك تبقى عارف. دي بقى كام؟ أساساً المتقارب البوم بيلحم عند كام؟ 18. 18. طب دي ملحوم ولا لا؟ لا مش ملحوم. يبقى ده بيلو كام؟ 18. الميل ولا فيميل؟ ميل. الميل. احنا كل العظم اللي احنا بناخده على الميل نعتبر ان دول رجال. لو فيميل الفيميل بتسبقه بسنتين فاحنا هنثبت عشان ما نتلخبطش. دي الني جوينت. يبقى ما انساش طبعا الميديكال ليجال امبورتنس اوف 18 ييرز اولد و16 وال14 وال21 وسن المعاش اللي هو 60 ايدج اوف بنشن او ريتايرمنت يعني. طيب دي ايه دي؟ دي الني جوينت. اعرفها منين عشان ما تلخبطش ما بين النيه دكاتره والقلبه. الجوينت بتاع الني مينلي معمول ما بين المفصل معمول ما بين الفيمر والتيبيا. الفيبيولا كده يعني على استحياء على كده على جنب متخ. فزي ما احنا شايفين كده اهو يبقى عندي عظمة الفيمر وتحتها التيبيا. شايفين اهو وتلاقي الفيبيولا كده على اكبر. اما في حالة القلبو عندك الهيومرس وعندك الريديس والقرن هما التلاتة عاملين مثلث كده مشتركين في الجوانت مع بعض. واضحة؟ يبقى هنا العظمة دي عمرها كام؟ بيلو ولا أبوف؟ بيلو كان بقى بيلو 21 ان ميل. وما ننساش الميديكال ليجال امبورتنت اللي هو سيفل رايت. طب الصوره زي دي هل ده ني ولا قلبه؟ ني. طيب يبقى العظمه هنا دي حصل يونيون ولا ما حصلش؟ حصل يونيون. حصل. يبقى دي اباف ولا بيلو؟ اباف 21. اباف. هي لو في ميل هتبقى اكتر من 18 ولا 23. تاني كده ايه؟ لو في النيش جوينت اللي كانت من شويه دي لو هي في ميل هتبقى اكبر من 18 هتبقى اكبر من 19 ولا اكبر من 13؟ هي 21 سنه في الميل نقص سنتين يبقوا كام؟ 19. يبقى هي اباوت 19. ماشي. طب دي ايه المنطقه اصلا انت شايفها دي منطقه ايه؟ هيومرس الشولدر. الهيومرس هنا عندي الشولدر او الشولدر جوينت. طيب انا ببص على
الـ upper end of the gene humerus المفروض هنا بتلحم عند كام؟ اهي خلي بالك ده كسر عشان تبقوا عارفين الحتة دي ده كسر لكن هي دي الهيت بيلحم عند واحد عند 20 سوري 20 سنة يبقى دي below 20 ودي هنا كام؟ ها؟ above 20 واضحة يا دكاترة؟ هو باين في فرق يا دكتور في الصوره اللي على اليمين نعم في الصوره اللي على اليمين اللي هي السوداء دي في فرق باين ولا فرق ايه المسافه المسافه اللي موجوده في المسافه دي يعني لا ده الجوين لا هنا يعني لا انا بكلم في الهمره دي مكان لا الصوره السوداء حاسس يعني ان مكان السهم ماله المفروض يلحم يعني بس دي في فرق كده في فرق مسافه صغيره طيب واضحه يعني المهم شايفها كويس لا انا فاكرها يا يونيون اصلا ما دي يونيون دي يونيون فاكرها نوت يونيون مش يونيون لا ليه انت شايف في خط من تحت كده موجود لا مفيش هنا يعني قصدك الحته دي ايوه بالظبط ايوه لا لا بص الخط بيبقى عامل كده ماشي زي ده كده شايف المنظر ده فيه جاب كده تلاقي فيه خط اسود انا مفيش خط ولا يعني زي الابيض يعني ماشي طب المنطقه دي منطقه ايه يا دكاتره ترسس انكل جوينت ماشي ده اسمه التيلس العظمه دي طيب يبقى انا ببص على دي التيبيا ودي الفيبيلا ببص على اللور اند اوف ذا تيبيا اند فيبيلا هنا في يونيون ولا في نون يونيون انتوا شايفين الماوس اصلا؟ ايوه يا دكتور طيب الحمد لله مش هو بيختفي يبقى دي ايه بيرو كام؟ 18 طب هنا في خط شايفين حد شايف اي خط في الدنيا؟ لا يبقى دي above 18 قلنا الميديا كلها 18 طب نيجي بعد كده على السكال السكال اللي على اليمين دي ايه واللي على الشمال دي ايه؟ وقولوا لي ليه؟ على اليمين في الميل على اليمين يعني لو جات لك في الامتحان هيقول لك السكال دي بتاعت ميل ولا في ميل بس يعني مش هنطول يعني ها على اليمين دي في ميل على الشمال ميل برافو احنا عرفنا منين اهو عشان بقى الحاجات اللي احنا فيه هنا بيبقى في حاجه اسمها سوبرا اوربيتال ريدج مش موجود اهو هو عند الراجل اهو باين البارايتال ايمينس دي بتبقى بروميننت سوري مش قلب ليه عند الفيميل بتبقى هنا سموث المفروض الحته دي الفرونت ونيزل جنكشن هنا شايفينها سموث ازاي هنا بتبقى عم واخده انجل شويه من هنا لهنا فيعني ده الميل ودي الفيميل كذلك البلفس لو جالنا الصوره دي اهي واضحه جدا او الصوره دي مين ده ميل ولا فيميل فيميل برافو ده ميل هنا اللي هنا بيبقى فيه عرفت منين من الصوره كده اهو ده فيه اوبتس انجل اهي واضحه جدا الاوبتريتور فورمن دي بتبقى تراينجولر في الفيميل شكل مثلث كده في الميل بتبقى اوفل هنا في اي ارشد اليا كريست النارو شايفين البلفس بتاع الميل ضيق جدا بتاع الفيميل بيبقى واسع تمام لازمكم بس دقيقتين بس الاذان يخلص ممكن حد عنده اي سؤال الدكتور كان في صوره كده في الايدنتيفيكيشن كده بتاعه القلبه من الجنب المفروض دي كانت هي مش موجوده في الصوره اللي حضرتك وريتها طيب ما سامعني بس خلص انا وارد عليك
دكتورة ما في الصوت خالص. ما أنا بقول لكم ثواني بس هنكمل. تمام يا شباب خلاص. معلش يا دكاترة بعتذر. نكمل؟ لا عادي ولا نكمل يا دكتور. كمل تمام. الدكتورة كانت بتسأل على حاجة. ايه؟ على صور القلب يا دكتور في الايدنتيفيكيشن. انا ما قلتهاش خلاص بقى. خلاص. تمام ماشي. يلا. شهادة الوفاة يا دكاترة المفروض ان انتوا كنتوا هتكتبوا شهادة الوفاة. خلاص؟ حصل ان انتوا مش هتكتبوا شهادة الوفاة. فدلوقتي نركز قوي بقى في الكيس بقى ونخلي بالك والله يكرمكم وما يعني don't miss ايه الدرجه يعني. دلوقتي هيجي لك مثلا كيس زي كده, هيجي لك كيس صغنونه كده يقول لك مثلا a 40 years old او accountant اسمه كذا, مش مهم الكلام ده, المهم ان هو دخل اي سي وعنده hematemesis خلاص ودول blood transfusion وحصله deterioration دخل في كوما. ودس نخلي بالنا من كلمه كوما دي وما تخدعناش, ونخلي بالنا من كلمة هيماتيمسيس. وانا عايزة حد شاطر كده يرد عليا, وهو مات بعد 3 ساعات عملنا له ألترا ساوند, نخلي بالنا جاله perforated peptic ulcer. طيب وعنده diabetes. تفتكروا احنا طبعا في شهادة الوفاة لازم الوفاة نمرة واحد تكون ايه عشان تكتب شهادة وفاة دكتور؟ لازم الوفاة دي تكون طبيعية ولا غير طبيعية؟ طبيعية ما فيهاش شبه جنائية أو انتحار. برافو. يعني لو فيها شبهة جنائية, انتحار, حادثة, حتى إيفن لو حادثة برضو دي ما ينفعش أكتب شهادة الوفاة. يبقى لازم تبقى نورمال. يعني إيه نورمال؟ يعني الراجل ده عي ومات. حتى sudden unexpected death ده يعني ما يعتبرش نورمال. لو واحد يعني كان هيلسي ومات مرة واحدة من غير أي سبب كده برضو يبقى فيها شبهة جنائية. طيب معلش هو السلايد قلب لوحده. يبقى انتوا مطلوب منكم ممكن يجي لك سؤال زي ده يقول لك في السؤال ايه هو السبب المباشر للوفاة؟ اختار, هل هو هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب, ولا فشل في الجهاز التنفسي, ولا هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب والجهاز وفشل في الجهاز التنفسي, اللي هما كلاهما معا اللي بيحصلوا في حاله ايه اللي بتساوي ايه؟ ركزوا دلوقتي, انا عندي الكوز اوف ديس ثلاث حاجات, يا اما كارديوفاسكولار فيليا اللي هي الهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب, يا اما ريسبيراتوري فيليا اللي هو فشل في الايه الجهاز التنفسي, والثالثه اللي هو بقول عليه فشل هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب ولو فشل في الجهاز التنفسي الاثنين مع بعض. دي بيحصلوا في حاله ايه؟ لما يحصل سي ان اس فيليا. ما ينفعش اقول حاجه اسمها سي ان اس فيليا, لان سي ان اس فيليا لوحده ما يموتش, السي ان اس فيليا بيعمل الاثنين. ما فهمنا الحته دي؟ مفهوم معايا دكاتره ولا لا؟ مفهوم يا دكتورة مفهوم. طيب الحالة بقى دي عندك شخص بيدخل في كوما, يبقى كوما ما تعمليش misleading, هو في كوما بس مين الأساسي, مين اللي دخله في كوما؟ الهيماتيمسيس. يبقى هو السبب المباشر الوفاة هنا ايه يا دكاترة؟ في الاختيارات هتختاروا ايه؟ البيبتيك ألسر. برافو. يبقى انا لما اسمع اشوف ان في دم هبوط حاد في هيماتيمسيس هبوط, يبقى الهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب هو السبب, والبيبتيك ألسر عملت بيرفوريشن فعملت هيماتيمسيس فمات من هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب, وما اختارش الجهاز التنفسي ولا كلاهما معا. تمام. يبقى مهم قوي قصه الهيماتيمسيس دي. يبقى واحد جاله بيرفوريتد بيبتيك ألسر, واحد جاله هيماتيمسيس, واحد عنده اوسوفاجيال فاريسيس ودخل في هيماتيمسيس, يبقى هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب. خلاص. يبقى ده الحاله المرضيه, السبب المباشر للوفاه سوري هيبقى هبوط حاد في الدوره. طب ممكن اسالك سؤال ثاني, اقول لك ايه الحاله المرضيه التي تسبب عنها الهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب؟ هتقول ايه؟ انفجار في قرحه المعده عملت نزيف حاد وايه دموي. المرض الاصلي اللي هو الاوريجينال ديزيز, الراجل ده عنده ايه؟ ايه هو المرض الاصلي اللي دخله في الهيماتيمسيس ودخله في الهارت فيلير ده او الهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب؟ كان ايه؟
peptic ulcer. القرحة اللي في المعدة. تمام. أحوال مرضية أخرى ممكن أجيب لك سؤال كده برضو أقول لك ما هي الأحوال المرضية أخرى التي ساعدت على تدهور الحالة أو ساعدت على الوفاة؟ هيبقى هنا عندنا مرض السكري اللي هو الدايبيتس. الدايبيتس لوحده مش هيموت ولكن هو خلى حالته أسوأ. طب لو زودت لك وقلت لك وعنده أنيميا هتقول لي آه الأنيميا برضو هتخلي حالته أسوأ. يبقى دي اسمها أحوال مرضية أخرى لوحدها ما تموتش لكن هي ممكن تساعد ان تو ديتيريوريت ذا كيس. خلاص برضو المده ما بين حدوث السبب الوفاه يعني من ساعه ما جاله الهيماتيمسيس ده لحد ما مات اخذ حوالي 3 ساعات. وايه الحاجات المرفقات او الحاجات اللي انا عملتها له؟ عملت له سونار على البطن اللي هو الالترا ساوند. مفهومه يا دكاتره القصه دي؟ يعني الكيس دي واضحه مفهومه؟ بس دكتور معلش اتفضل انا ما فهمتش حته السي ان اس فيلير دي. طيب هنفهمها من هنا بقى. بصي بقى لا مش هنا. طيب هقول لك مثال دلوقتي. بصي يا دكتور عندك حد عنده واحد مات من رينال فيلير خلاص. ايه هو قولي لي ايه السبب المباشر للوفاه؟ هتختاري انهي؟ هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب ولا فشل في الجهاز التنفسي ولا هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب وفشل في الجهاز التنفسي؟ هتختاري اني واحدة دي؟ انت اصلا عارفة يعني ايه هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب والجهاز التنفسي؟ فهمها دي معناها ايه؟ هو انا عارفة ان هو هنا يعني في نزيف في الهبوط الحاد او ان القلب نفسه في مشكلة. طب انا هقول لكم حاجة. بس هقول لكم حاجة دلوقتي يا دكاترة. الانسان لما بيموت يعني واحد اما بيموت حاجة من التالت يما حصل كارديو باسكولار فيلير ماشي قلبه توقف لأي سبب من ما جاله جلطة جاله نزيف تمام يبقى القلب هو السبب او نفس التنفس بتاعه وبتوقف سواء جاله بقى بالمونري امبوليزم او عنده مثلا سي او بي دي او عنده مثلا اوبستراكتيف لانج ديزيز او جاله نمونيا تمام يبقى اللانج الرئة هي السبب. خلي بالنا ما دام مفيش دم يعني القلب مفيش دم رايح للمخ ورايح للرئة فالراجل هيموت. طب وحاجة تانية الرئة مفيش هواء داخل الجسم توقفت فمفيش هواء رايح للقلب ورايح للمخ فالبني ادم هيموت. طيب في هواء وفي دم بس مفيش مخ مخه مش شغال. فهمتوا بقى الحته دي؟ فانا هنا مفيش مخ شغال فالمخ مش هو اللي هيموت. ما ممكن واحد يبقى يفضل في كوما وما يموتش. فالمخ ده لو توقف هيوقف مين؟ هيوقف القلب وهيوقف الرئه ما يديهمش اوردر ان هم يشتغلوا فالبني ادم هيموت. فهمتوا بقى الحته دي ولا ما فهمتوهاش؟ فبالتالي لما اجي واحد يموت من سي ان اس فيلير ما بقولش ان هو مات من سي ان اس فيلير لان واحد ممكن يبقى في كوما ويفضل عايش. لا لكن ممكن واحد السي ان اس فيلير ده هيخلي القلب يتوقف وهيخلي الرئه تتوقف فبالتالي الشخص هيموت. فلما يكون السبب سنترال بقول الموت هنا هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب وفشل في الجهاز التنفسي. لو السبب الوفاه هنا ايه سنترال ليه علاقه بالبرين. لكن لو السبب ليه علاقة بالهارت القلب بقول عليه ايه هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب. لو مشكلة في الرئة اللونج على مستوى الرئة بقول فشل في الجهاز التنفسي. وصلت ولا ما وصلتش؟ لا تمام وصلت يا دكتور. طب هي حتة الرينال فيلير اللي حضرتك قصة بقى الرينال فيلير او الهيباتيك فيلير لما واحد يكون عنده فشل كالوري اللي بيبقى عنده فشل كالوري يقول لك مثلا جاله فشل كالوري ومات قالوا فشل في في الليفر ومات. طب ده ايه اللي بيحصل الحاله دي يا دكاتره؟ الليفر لما يحصل سوري ما يحصل رينال فيلير بيزيد الايه بيزيد توكسين في البلد اللي هما مين اللي خاف منهم اكتر حاجه اليوريا والكرياتينين. اليوريا والكرياتينين لما بيعلوا هما مش هيوقفوا مش هيعملوا هارت فيلير يعني مش هيعملوا هارت فيلير مش هيعملوا الاكسجين مش هيخش الجسم لا كل ده هيبقى داخل ولكن هيعملوا تسمم في وظائف المخ الحيوية. لما اليوريا تعلى والكرياتينين يعلى هيعمل تسمم في الايه في المخ فبالتالي المخ هيبقى هو السبب هيوقف مين يوقف الليفر سوري يوقف الهارت ويوقف اللنج. يبقى في الحاله دي لو واحد مات من رينال فيلير او توكسيميا او مات من ليفر فيلير هيبقى سبب الوفاه هنا ايه هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب وفشل في الجهاز التنفسي. مفهومه دي؟ تمام يا دكتور شكرا. لا نعم ما اقدرش مثلا اقول انه فشل في وظائف المخ الحيويه مثلا ولا لازم بصي احنا كنا احنا كنا بنقولها كده على فكره يعني احنا كنا في وقت قريب قوي كنا بنقول كده ولكن
فشل في المخ لوحدها ما تأديش للوفاة. لازم الفشل بتاع المخ هو فعلا هو حصل فشل في المخ، ولكن هو عمل ايه؟ انت عارفة ان اساسا البرين هو المسؤول عن ان البني ادم يفضل عايش، يعني فهو ربنا اللي مسؤول، ولكن البرين هو عندنا، خلي بالنا عندنا البرين ستيم صح، البرين فيه البرين ستيم، والبرين ستيم فيه الفازو موتور سنتر وفيه الريسبيراتوري سنتر، لو احنا عارفين الكلام ده. فلما البرين نفسه يحصل فيه يعني مشكله سبب اي ما، سواء بقى هيموريدج تروما اي حاجه حصلت في البرين، حصل خلل في المخ ادى ان هو بيأثر على الفازو موتور سنتر والريسبيراتوري سنتر فيحصل وفاه، فهمتي؟ لكن ممكن البني ادم يبقى عنده فشل في وظائف المخ، يبقى عنده ديب كوما، ولكن ستيل الريسبيراتوري شغال والفازو موتور سنتر شغال. مفهومه دي يا دكتوره؟ زي ما احنا خدنا البريزستنت ستيت وخدنا البرين ستيم ديس وخدنا الحاجات دي كلها. فالكوما البرين نفسه لوحده كده لو لايكلي افكتد ممكن بقى انا نفضل عايش، لكن لو ديبلي افكتد لدرجه ان هو عمل باراليسيس للفازو موتور سنتر والريسبيراتوري سنتر، يبقى في الحاله دي بقول ايه؟ فشل في جهاز التنفس وفشل في الايه، قصدي وهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب. تمام؟ وصلت؟ عشان الحته دي رخمه قوي وانا عارفه انها صعبه، وفي ناس كتير ما بتفهمهاش وبتعدي يعني، بس انتوا لو فهمتوها هبقى مبسوطه يعني. خلاص طيب نكمل، احنا خلصنا دي. دكتور معلش ممكن سؤال تاني، هو الهايبر تنشن احطه مع اللي هي الاحوال المرضيه الاخرى دي؟ طبعا اكيد، ايوه طبعا. شكرا. تمام شكرا. هايبر تنشن لوحده ما يموتش هايبر تنشن، لكن بعد كده دخل في بليدنج في البرين ماشي، حصل سيريبرال هيموريدج، حصل رابشر، ده اول ماشي، لكن الهايبر تنشن لوحده ما بيموتش. تمام شكرا. ممكن الهايبر تنشن يعلى قوي ويحصل بليدنج في البرين، هو ده الكومن يعني. طيب نيجي بعد كده على في سؤال تاني اهو، ده بقى برونكوجينيك كارسينوما. دي بقى دي حاجه في البرونكس بقى، يبقى زي ما احنا قلنا حاجه سواء بقى نمونيا، سواء حاجه قفلت البرونكاي، سواء يعني اي حاجه لوكالي في اللنج، فبالتالي مفيش اكسجين هيدخل، فبالتالي الجسم هيتوقف عن الايه، عن الحياه يعني. يبقى السبب المباشر للوفاه هنا هيبقى فشل في التنفس. هو الراجل ده عنده اهو عنده رايت شست بين، وعملوا له سي تي طلع عنده برونكوجينيك كارسينوما طبعا، وخد راديوثيرابي وحصل له وفاه. يبقى السبب هنا لوكال، بما ان هو ما لكش عنده ميتاستاسيس ولا عنده اي مشاكل تاني. السبب تسبب عن تشعب الورم بالخبيث ده بالرئه، والاوريجينال ديزيز ورم خبيث في الرئه، واحوال مرضيه اخرى زي الهايبرتنشن. تمام كده. المرفقات عندي اللي هي الاشعه مقطعيه. يبقى انا في الامتحان في الكيس هجيب لك كيس كده واقول لك ايه هو السبب المباشر للوفاه بتاع الكيس دي، طب ايه هي المرض الاصلي بتاع الكيس دي، هما ثلاث اسئله. طب في احوال مرضيه اخرى ولا لا، طب ايه هما الاحوال المرضيه، بس وتشوز يعني. تمام. في حد عنده اي سؤال نكمل يا دكاتره ولا تعبتوا؟ لا نكمل. كمل يا دكتور. طيب اللي عنده تعب عنده مشكله وتعب يعني وزهق، اتفضل. اللي عايز يكمل معانا ينور. طيب نخش بعد كده على البوست مورتم تشينجز. في عندنا immediate late تغيره بعد الوفاة. immediate lower cardiovascular طبعا بيحصل الهارت هيوقف والrespiration هيوقف، وهتلاقي في eye changes، تلاقي يعني كده فيها eye change ونقول عليه اللي هي attack and war، اللي هو نتيجة لما اي واحد بيتوفى بيغمول عينيه على طول. ليه بيعملوا كده تفتكروا؟ ليه بيغمولوا عينيه؟ اول حاجة بيعملوا بيغمضوا عينيه كده عشان ما يحصلش accumulation للدست وكده، فيعمل لي التكنيك. برافو. عشان ما يحصلش accumulation للدست وكده. طب تفتكر ليه؟ تفتكروا ليه يعني طب ما يحصل accumulation للدست؟ اولا يعني عشان ما نضايقش الميت ونضايق اهله ونضايق الناس اللي حواليه. وحاجه تانية مهمه جدا يا دكاتره، دي مهمه جدا بقى، ان الشخص ده بيخش في ايه يا دكاتره؟ بعد ساعتين بيخش يبتدي يحصل rigor mortis. فالرايجر موست بيبتدي اول حاجه في السمول ماسل، واهمهم طبعا الماسلز بتاعه الاي، فالاي ليد دي اهم حاجه. يحصل بقى كونتراكشن، تلاقي الراجل ده فضل مبرق لك بقى، تخيل ميت ومبرق لك يعني، فدي حاجه صعبه قوي. انت تبقى فاكر ان هو بيبص لك، هو ما بيبص لك ولا حاجه، هو بيحصل سبازم في الماسل. فاول حاجه بنقفل العينين، لان اول ماسل بتبقى افكتد بالرايجر موست. وكلمه رايجر موست على فكره
التشنج اللي بيحصل في المصل ده بيبريزيرف بيحافظ على وضع الميت اثناء الوفاه. خلي بالنا من الحته دي. يعني مثلا حاله الكادافيرك سبازم اللي هو بيحصل immediate after this تمام نتيجه السيفير نيرفس ستيميليشن اللي هو قلب لوحده بيبقى فين؟ بيبقى يفضل ماسك بقى سواء ماسك السكينه اللي كان بيموت نفسه بيها ولا المسدس ولا يكون بيشد كان بيتخانق مع واحد يكون ماسك حته من هدومه ولا شعر ولا حاجه. فهو ده بقى الحاجات اللي بتحصل عندنا الاي المصل. بس في نظري كانت الاي والمصل دي حاجات ايرلي مش ايميديت. هي ايميديت؟ لا انا بتكلم خادما الحاجات الايميديت دي اللي انت بتعملها دايجنوزز. مش احنا بيبقى في حصل دايجنوزز اوف ديس اللي انت مثلا بتعملي بقى الكورنيال ريفلكس نظر على الاي تشينز بيوبل مفيش بيوبل تشينز دي الحاجات اللي في الاول. بعد كده الايرلي بقى الهايبوستيزيس عندي والرايجور مورث وكادافيكسن والبيتريفاكشن الليت اللي هي اخر حاجه تمام اللي هي السابوريفيكيشن والموميفيكيشن والمسيج. تمام يا دكاتره ماشي. البيتريفاكشن برده مش ليت يعني ده بصي هو ليت بس هو يعتبر ايرلي بالنسبه لدول يعني هو فاهم قصدي يعني مش ما في الميديا حاجه بتحصل على طول اللي احنا قلنا عليه دي يعتبر ايرلي. هو ابيوتيفاكشن هيحصل ابيوتيفاكشن بس بعد يومين ثلاثه تمام فيعتبر ده يعتبر ايرلي بالنسبه للماميفيكيشن اللي بيحصل بعد قد ايه ممكن يحصل بعد 6 شهور سنه تمام كده مفهومه. هو ايرلي بالنسبه لمين للدول يعني هو يعتبر ايرلي بالنسبه للسابوريفيكيشن والماميفيكيشن مثلا هي بتاخد وقت اطول عشان تحصل مفهومه دي. تمام شكرا يا دكتور. الحاجات اللي بتحصل في العين زي مين دي البوست مورتم تشيز اللي هي التاكن وورد قلنا عليها من شويه. يبقى انا ممكن اجيب لك صوره زي دي في الامتحان وفيها اللون ده كده هتلاقي حاجه بالعرض كده ماشيه يبقى دي التاكن وورد اللي بتحصل بعد 3 ل 4 ساعات من الوفاه نتيجه ايه الكوز بتاعها accumulation of dust and rust. طيب مهم قوي يا جماعه خلي بالكم من الارقام دي بقى التايمينج ده مهم بقى في الامتحان. يعني كنتوا بتقولوا الارقام مش مهمه في المقاسات لا ده مهم قوي في الايه في البوست مورتم تشينجز. يبقى دي من مهم قوي عشان دي من 3 ل 4 ساعات اهي. الهايبوستيزيس بيحصل امتى؟ بيحصل ايميديت خلي بالنا ايميديت افتر ديس وبتدي حضرتك تشوفه بعينيك بعد ساعه وبيبقى فيكسد يعني خلاص كومبليت انت فيكسد افتر 8 اور. يبقى الحاجات دي مهمه. يبقى انا ممكن اجيب لك صوره زي دي او الصوره دي والصورة دي يقول لك ايه ده هتقولي ده هايبوستيزيس. طب مكانه فين في السوباين بوزيشن يعني كلمة سوباين يعني في الظهر في الظهر ده معناه ان الراجل ده مات ازاي مات على ظهره. طب بيبان امتى بيبان appear after one hour start immediate وبشوفه بيبقى كومبليت. يبقى اي الصورة من دي الصورة دي او دي او دي لما اقول لك في السؤال في الامتحان ايه هو التايم باس سينس ديس هتقولي قد ايه اكتر من 8 بروك. يبقى انا هقول عليه ايوه كومبليت اند فيكسد واكتر من 8 اور. هايبوستيز ده بقى مختلف ده فين ده في السوباين ولا في البرون بوزيشن. يعني ايه كلمه برون؟ برون يعني على الفيس يعني على الفيس على الوش ان هو كان ميت على وشه هم طبعا عدلوا في الجزء الامامي يعني في الامامي من الجسم. يبقى ده complete ولا مش complete ده complete and fixed والوقت اللي عدى عليه قد ايه اكتر من ايه 8 hour ماشي مفهومة كده. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طب برضو دي زيها لما جينا صورة زي دي هتقول عليها ده hypostasis في supine position complete and fixed time past tense this اكتر من 8 hour. الكلام ده تحب الصم اللي انا بقوله ده. طيب رايجور مورث نخلي بالنا بيبان امتى بيستارت امتى خلي بالنا من الكلمه دي 2 اور بالهايبوستيزيس ايميديت 1 اور تو ابير 8 اور كومبليت اند فيكسد. رايجور مورث ستارت 2 اور افتر ذس نتيجه ايه عشان بياخد وقت شويه لحد ما الاي تي بي بيحصل له ديبليشن يبقى start after 2 hour بيبقى complete after في الجسم كله يا دكاتره خلي بالنا يعني فوق وتحت هو بيبتدي ساعتين من فوق لتحت خلي بالنا من الحته دي ببتدي من فوق من راس ياخد الابر limb ياخد الترانك ياخد اللور limb يبقى complete بعد كام 12 ساعه. طب لو الشخص ده
دي اكتر. طب لو الشخص ده هو بس انا اللي باين عندي هو ده الابر بارت اوف ذا بودي بس، يبقى دي اكتر كام ساعه؟ ادي كده ساعتين أربعة كده حوالي ست ساعات، يبقى ده اكتر من ست ساعات لان انا مش شايف بقيه الجسم، مش شايف اللور اللي بتعمل ازاي. خلاص يبقى اكوردنج اللي انا شايفاه ده يبقى هنا التايم باس سنس ديس اكتر من قد ايه؟ ست ساعات. وده ايه اللي انا شايفه ده؟ هل هاي ده هايبوستيزز ولا رايجر مورس ولا كادافيرك سباز؟ ده اسمه ايه ده؟ رايجر مورس. طيب الصوره دي ده الايه؟ كادافيرك سباز. الكادافيرك سباز ده بيستارت امتى؟ at moment of death، ساعة الوفاة على طول بيبتدي يحصل الكادافيرك سبازم ده. وبفرق ما بينه وما بين الرايجر مورتس ان هو نتيجة سيفير نيرف ستيميليشن اهو. يبقى ده بيحصل في حالة الدراونينج كومنلي قوي، في حالة الدراونينج او في حالة ايه المردر، يعني في حالة في حادثة، في مردر، واحد بيتخانق مع واحد، بيشده من هدومه، بيتخانق معاه، او في حالة سويسايد او في حالة الدراونينج. يبقى كومن او نخلي بالنا بقى كادافيرك سبازم. الصورة دي لو جات لنا، لو جالي في الاختيارات مثلا ده في حاله اسمه ده ديفنس مثلا على النفس او سويسايدل او دراونينج، يبقى هختار طبعا ايه هنا باينه طبعا دي حاله دراونينج. بس عامه هو برده بيحصل في حاله الديفنس وفي حاله مين السويسايدل التاني. يبقى دراونينج وسويسايدل وتريسينج اوف ذا اسيلنت. نخش على البيتريفاكشن، وده one of the post-mortem changes PMCD. أول حاجة بتبان، نخلي بالنا من الأرقام برضو، معلش في post-mortem بالذات هنحفظ الأرقام. after one day يوم واحد في السمر ويومين في الوينتر، تمام؟ بيحصل إيه بقى؟ بلاقي الشكل ده، يبقى بعد يوم في السمر ويومين في الوينتر بيبقى فيه greenish discoloration في الرايت ريجن اللي احنا شايفينه. يبقى لما اجيب لنا الصوره زي دي هتقول لي ايه ده؟ هتقول لي ده putrefaction. طب ايه هو التايم باست تنس؟ ده هيبقى 1 day في السمر او 2 day في الوينتر، هتختار. يحصل برده كده برده الarborization معايا برده، يعني بعد ما يحصل greenish discoloration يبتدي يحصل arborization، ده بيبقى 1 day برده في السمر و 2 day في الوينتر. بيقول عليها marbling او arborization اللي هو نظرية او ظاهرة التشجر، بيحصل putrefaction جوه الايه blood vessels. بعد كده يبتدي يحصل peeling بقى، تلاقي الجلد ابتدى يقع peeling of skin. بس الصورة دي لما تجيلك هتقول دي ايه ده identification، هل ده putrefaction ولا adipocere formation ولا maceration، هتختار ايه؟ putrefaction. Putrefaction. طيب هل ده حصل ايه هنا؟ حصل peeling of skin من فول والكلام ده بيحصل بعد 1 week ولا 2 week in summer، 1 week in summer ولا 2 week in summer ولا 3 week in summer ولا 2 week in winter؟ هتختار طبعا ايه اللي هي بالصح، اللي هي 1 week في summer او 2 week في winter. بعد كده عندنا الموميفيكيشن. الموميفيكيشن ده بيبتدي، نخلي بالنا بيبتدي من 3 ل 12 شهر، يعني حوالي سنة. بيبتدي من بعد 3 شهور وبيبقى كومبليت بعد 12 شهر او سنة. اهميته طبعا يبقى الموميفيكيشن معناه ان الشخص ده ميت فين؟ في هوت دراي، اهم حاجة هوت ودراي اتموسفير. مهم طبعا ان انا اقدر اعمل بيرسونال ايدنتيفيكيشن بيبريزيرف الايه لو فيه الوند او حاجة. ايه الكونديشن؟ يعني انا ممكن اجيب لك الصورة دي اقول لك هل ده سابونيفيكيشن ولا ماسيريشن ولا موميفيكيشن، تختار ايه؟ موميفيكيشن. طب هل ده معناه ان هو دايت في ويت اتموسفير ولا هوت ودراي اتموسفير ولا انترايوتراين ولا اي حاجه؟ هتختار هوت اند دراي اتموسفير. كده احنا خلصنا البوست مورتم تشيك، هنخش على الوندز. الوندز دي ممكن اجيب لك صوره زي دي كده اهو اهي، وهقول لك ايدنتيفاي ايه ده. هتقول لي ده ابريجن. ابريجن باي ايه؟ باي بين تيب او بول عليها سكراتشز. طب what is the cost of instrument؟ هتقول sharp ايه او blunt instrument with pointed edge، زي الدبوس زي الضوافر، يبقى blunt instrument with pointed edge. تقسيمة الوند يا دكاترة، في عندنا الابريجن والكونتوجن، contused wound، incised wound، والستاب wound. ومهم قوي legal classification ده، في عندي simple wound ودينجرس wound وفيتال wound. بصوا اللي بالاحمر ده انا مش عارفه مين ده، مش انا.
طب مهم على فكره التقسيمه دي، في سيمبل ودينجرس وفيتال. حد يعرف يقول لنا يعني ايه سيمبل وفيتال ودينجرس؟ الفرق ما بينهم يعني؟ انت قول ان يعني انت شفت ووند، وقول وهجيب لك سؤال مثلا في الامتحان، هجيب لك صوره ووند واقول لك الووند دي يا دكتور هل دي سيمبل سيمبل فيتال ولا دينجرس؟ هتعرف منين ايه هي السيمبل ووند؟ ملحوظه يا دكاتره البتاع اللي بالاحمر الليزر ده مش انا، ما اعرفش ده مين. يلا اتفضل حد يقول لنا ما هو السيمبل. لا معلش ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا فاهم السماء. السامبل بيحصل لها هيلينج في اقل من 21 يوم، مش بيعمل عاهه مستديمه. والخطير عايز هيلينج في اكتر من 21 يوم وبيعمل عاهه مستديمه. والفيتل اللي هو بيموت. كلام جميل جدا. يبقى السامبل وونت يا دكاتره هعرفه منين؟ من شكله كده، هتلاقي جرح كده بسيط، هنشوف شكله اهو. الجرح البسيط اللي هو يشفى في اقل من 21 يوم ولا يخلف عاهه مستديمه. الخطير ده محتاج عشان يتعالج اكتر من 21 يوم، وممكن ممكن او ممكن لا، ممكن يسيب عاهة مستديمة. قال الجرح طبعا الفيت اللي هو المميت اللي هو بيؤدي للوفاة. طبعا هعرفه منين؟ من شكله كده، هعرفه شكل الوند كده واحنا نقدر نحدد. لو حاجة يعني بسيطة كده سوبرفيشال هتقول انها سيمبل، لو حاجة فيري ديب زي الستاب وند مثلا زي الكات ريست ده بيعتبر طبعا فيتال. لو ديب كونتوز وند بيبقى ايه؟ بيبقى دينجرس. طيب بالنسبة للشكل ده ممكن اجيب لك صورة زي دي كده في الامتحان. واحد اهو، حد يقول لنا الصورة دي فيها حاجتين، نوعين من الاصابة، حد يوصفها لنا. خدتوها في حاجتين، هي strangulation. برافو، دي في حالة الاسترانجليشن، وبرضو بسميها ايه؟ pattern abrasion. برافو، هي pressure abrasion او pattern abrasion. pressure يعني جاي من الضغط، وpattern يعني بتاخد شكل الحاجة، print يعني بتاعة الايه؟ of the shape of the cost of the. ده شكل حبل او جنزير، وده برضو ايه السلسلة هي معلمة. يبقى لو جات لنا الصورة دي اقول عليها اقول لك identify the lesion، هتختار طبعا strangulation، هتختار pattern برضو abrasion، لكن طبعا دي مش hanging، ودي برضو حالة ايه؟ pattern abrasion. صورة تانية ممكن تجينا زي الصورة دي، تلاقي فيها كادمة، دي كادمة بتاعت البروزز. طب مين هو اللي بيعمل بروزز يا دكاترة؟ ايه هي الآلة؟ what is the instrument that causes bruises؟ heavy blunt. blunt. يبقى الهيفي بيبقى عندي heavy blunt instrument هي اللي تعمل البروزز. والبروزز ده عبارة عن ايه؟ extra position of blood والكابيلاريز نتيجة application by blunt force هيعمل ايه؟ damage للفيسلز. ممكن يجي لي صوره بالشكل ده، وخلي بالنا ان التقرير هيجي لنا يا اما سؤال يا اما يقول لك بالعربي او بالانجلش. لو بالانجلش اقول لك identify the wound، لو بالعربي يقول لك ايه هو الجرح ده، اوصف الجرح ده، اختار مثلا. فدي لو جات لنا هيقول لك ايه هو ده الشكل اللي انت شايفه، دي كدمه اسمها كدمه بالجفن سوري العلوي والسفلي للعين. طب مين اللي يعمل لنا الكدمه دي؟ اله صلبه رد. اله ايه؟ آلة صلبة رد. خلاص مفهومة دي؟ يبقى كدمة بالجفن العلوي والسفلي في العين اليمنى، الآلة المستخدمة آلة صلبة رد. أو لو بالإنجليش ممكن أسألك identify the given lesion أو the given wound، هتقول عليها إيه؟ black eye. black eye أو blunt أو bruises إيه في الإيه؟ في الآي. آي جد يعني. طيب في صورة تانية ممكن يجي لنا صورة زي دي، أقول لك identify the lesion، هتقول عليه إيه ده؟ تختار أنهي؟ هل ده human bite ولا animal bite؟ لو شكله circular زي ما احنا شايفينه كده، شكل الدايرة كده، يبقى ده human bite. لو شكله زي ما احنا شايفين كده elongated، واخد شكل الفك بتاع الانيمال، يبقى اقول عليها animal bite. طبعا ال cost of instrument هنا هيبقى blunt instrument with sharp edge. تمام؟ اللي هي تبقى تيف عادي صح؟ ايه يا فندم؟ اللي هتبقى التيس. عليها التيس موصفة كده بلانت انستنت في الشاكل، مش تكتبوا كلام بس هتختاروا يعني. طيب جبنا صورة زي دي واقول لك اختار ايه ده؟ هل ده ابريجن ولا اسمه ايه ده؟ ولا بروزز ولا ايه؟ ولا كات ولا كونتوز وون؟ طبعا ده بقول عليه ترام لاين كونتوجن، او اللي هو بيبقى كوزد باي
ستيك. طب ايه الاله المستخدمه هنا؟ قال ايه؟ what is the cost of instrument؟ هنقول عليها blunt instrument. تمام، زي الستيك يعني. خلاص، يبقى هي الترام لاين ده بيبقى كوز باي ستيك، خلي بالنا بالعصايه. اما الويب، في واحد تاني اللي هو الويب بيبقى شكله اللي هو شكل الصوت بيبقى كيرفد اكتر، يبقى ده كوز باي ستيك. طيب انا ممكن نيجي صوره زي دي في الامتحان، قولوا عليه دي، هل دي كونتوز ولا كات وند؟ كونتوز وند. طب هل ده جزء خطير ولا بسيط ولا مميت؟ خطير. خطير، برافو عليك، شاطر. ده ما اقدرش اقول عليه بسيط، لان يعني ممكن يكون الراجل ده جاله انتراكرانيال هيموريدج، جاله مشكله، جاله فقد للوعي، او في حاجه جوه يعني مش شايفينها، ممكن يكون عنده ديبريسد لوكالايزد فراكشر، وطبعا مش بسيط، ولكن هو مش 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 فيتال، مش مميت، مش في الهارت مثلا، مش واخد ستاك في الهارت، او مش واخد مثلا كات ريست على الراديال ارتري، فبالتالي انا اقول عليه ان هو خطير. اصابات الراس عامه ان الدكاتره بعتبرها من الاصابات الخطيره، وبقدر احدد خطورتها بعد الايه الملاحظه، لان احنا عارفين ان احنا بحط الشخص ده تحت الملاحظه لمده 24 ل 48 ساعه، وبعمل فولو اب للفايتال ساينز بتاعته، وبشوف هو بيتحسن ولا لا. يبقى ده وات از ذا كوست اوف انسترومنت، ايه اللي بيعمل الاصابه دي؟ في بلانت، في بلانت انسترومنت. دكاتره وحد اللي بيعمل الليزر الاحمر ده، ولا هو لوحده؟ انا كتير كنت بعاني من البتاع، انا مش عارفه البتاع الاحمر ده جاي منين، لا احد يرد. طيب انا لو انا هقول على الاصابه، ممكن من الباور بوينت نفسه. لوحده كده بيعمل كده، مش عارفه ليه بيعمل كده. طيب ما علينا. طب هل الجرح ده دكاتره it is a cut ولا contused wound؟ انا مش عارفه ايه ده. contused. طيب هل ده جرح قطعي ولا ردي؟ ردي. ردي، برافو. يبقى هنا الآلة المستخدمة آلة حادة قاطعة ولا آلة صلبة ردة؟ صلبة ردة. طب هل هي بلانت انسترومنت؟ انا بقول لكم كل الاسئله يعني، لو جيب العربي اقول لي. طب هل هي آله اسمه ده، هل هي بلانت انسترومنت ولا كات انسترومنت ولا شارب بنتريتنج انسترومنت؟ برافو، بلانت انسترومنت. طب هل ده جرح بسيط ولا خطير ولا مميت؟ نقول خطير عشان هو خلاص بالظبط كده، ده جرح خطير، شاطر. طيب برضو سؤال تاني اهو، دي الصورة دي تمام كده، ما وصلح فين تاني. دي كدمة في الشفة السفلى اهي، وفي فقد هنا بالسنة زي ما احنا شايفين. يبقى هنا لو يعني ده هقول عليه بوكسنج او بلانت بروزز فين في اللور ليب، او لو هحصفها بالعربي اقولها كدمة بالشفة السفلى، والآلة المستخدمة هنا آلة صلبة رد، او هقول عليها بلانت انسترومنت. خلاص، ده ايه؟ ده ايه ده؟ لو جبنا الصورة زي دي تقول عليه جرح هرسي، جرح هرسي. طب الآلة المستخدمة ايه؟ لازم هنا آلة صلبة ردة ثقيلة متحركة، عشان قطعت وشالت من الجلد والمصل، وممكن كمان حصل ايه؟ فقد في البول. يبقى هنا جرح هرسي ده بيبقى آلة صلبة ردة ثقيلة متحركة. الامبيوتيشن يا دكاترة البتر الإصابي بتبقى آلة صلبة ثقيلة، هيحصل بتر هنا، بتبقى غالبا بتبقى آلة صلبة ثقيلة. طبعا هنا سايبة عاهة مستديمة، تعتبر ده جرح طبعا خطير، ماشي. طيب هنا ده ايه ده؟ هل ده كات ووند ولا كونتيوز ووند؟ كات ووند. كات. طيب هل هو الكوست اوف انسترومنت شارب ولا بلانت انسترومنت؟ شارب. شارب. طيب هل ده جرح بسيط خطير ولا مميت؟ بسيط. بسيط، شاطر. في برضو هنا جرح تاني اهو، ده جرح منتظم الحواف والزوايا، يبقى ده جرح قطعي، والآلة المستخدمة آلة حادة قاطعة، نفس الشكل اهو، ده جرح قطعي، جرح قطعي، آلة مستخدمة آلة حادة قاطعة أو cut wound. ده بقى الستاب وند، شايفين بيبقى deep penetrating، وفي الهندل عاملة print اهو، ستاب multiple ستاب wound. ايه هي الكوست اوف انسترومنت بتاعته؟ هنقول شارب بنتريتنج انسترومنت. يبقى في الاختيارات كده هختار هل شارب كات ولا شارب بنتريتنج ولا بلانت انسترومنت، هختار شارب بنتريتنج انسترومنت.
ده برضو جرح منتظم الحركة الزاوية. هختار جرح قطعني عدده واحد طبعا. الآلة المستخدمة آلة حادة ايه؟ نافذة. خلي بالنا مش هختار آلة حادة قاطعة، هختار آلة حادة نافذة. طبعا ده جرح خطير بنعمل له أشعة أو منظار يعني. طيب خلي بالنا الصورة دي لو جات لنا في الامتحان هقول عليها ايه؟ هقول عليها هل هي incised wound أو fabricated wound أو cut defense wound. هقول عليها دي cut defensive wound، ماشي؟ دي جروح دفاعية، يعني واحد بيدافع عن نفسه من اعتداء. خلي بالنا ده اللي هو ال sharp cutting instrument، هنا آلة حادة قاطعة اللي هي suicidal multiple suicidal attempt لل skin by sharp cutting instrument. خلي بالنا الصورة الأخيرة دي بقى، دي صورة ده fabrication، بيبقى عاملة دي بتبقى حاجات superficial و sporadic. يبقى لما جبنا الصورة دي هتقول عليها ايه؟ fabricated wound، طبعا مش defensive wound ولا cut wound حتى. خلاص دكتور مش اقدر اقول على سكراتشز اللي هي فوق ديت على الشمال. سكراتشز بس انا هي ما هي دي سكراتشز ودي سكراتشز وده سكراتشز ودي بلانت، بس انا بتكلم من نوعيتها ايه؟ فابريكيتد ووند اللي هي سيلف انفليكتد ووند، بتبقى معموله بتبقى حاجه سوبرفيشال مالتيبل في اكسسبل بارت للفيكتيم، يعني يقدر يعملها لنفسه او ممكن يخلي حد يساعده فيها. اهم حاجه انها بتبقى مش فيتال يعني، وبتبقى سوبرفيشال. ماشي، في حد عنده سؤال في الشات؟ بتبقى بقى حد يعني قطع ولا يعني لا لا مش آلة حادة قاطعة خالص، دي هنقول عليها آلة حادة، آلة صلبة مدببة. آلة صلبة ده صح، مدببة زي الدبوس زي الأظافر كده يعني. سكراتشز بتحصل بالحاجات دي. انت دكتور بالنسبة اللي هو جرح بسيط، هو الابريجن الكونتوشنز كلها تعتبر جرح بسيط صح؟ مش شرط، ممكن لو في كونتوجن في العين دي تبقى خطير. تمام، ممكن لو عملت نزيف، ممكن يكون على فكره مش احنا قلنا ان البلاك اي دي اما دايركت تروما للاي، او يا اما مثلا واحد خبط على راسه فابتدى الدم ينزل وابتدى يبان في الاي، فممكن يكون عنده اصابه في البرين اصلا. ماشي طيب ماشي دكتور. طب الجرح الهرشي ده كان ده جرح ايه؟ جرح خطير طبعا بس مش مميت، والراجل مش هيموت، ولكن هيطلع اترك له عاهه مستديمه، يعتبر جرح خطير. تمام نكمل يا دكاترة، نكمل يا دكتور نكمل. حد عنده سؤال في اللي فات؟ دكتور دكتور، هو ال confusion اللي في الراس لو دي خطير، او ان انا هحدد لا معلش معلش ان هو خطير؟ ال confusion اللي في الراس مالها؟ لو قال لي هو جرح خطير ولا يحدد بعد الفحص اختار ان هو لا بعد اكتب ان الفحص؟ هو خطير. لا لا خطير، لا ما فيش حاجة تمام فحص، شكرا. ادي اللي حدد بعد الملاحظة 24 48 ساعة. بس لو خطير موجودة اختارها خطير. ايوه بالظبط تمام شكرا. لا نكمل بقى، ده ايه ده؟ حد يقول لي ايه اللي هو شايفه ده؟ عشان الصورة لما تجيلك في الامتحان دي هتقول عليها ايه؟ تختار ايه بقى؟ بيركشن كاب. برافو، في ايه بيركشن كاب ده؟ هو ده بيركشن كاب بس في ايه بقى؟ ديمبل او اللي هي برافو، في ديمبل في البركشن كاب، ده معناه ايه؟ طب وهل ده بتاع رايفل ولا نون رايفل ويبن؟ رايفل. برافو، يبقى ده هنقول ان هو في الاختيارات هنختار فايرد بركشن كاب اوف رايفل ويبن عشان في ديمبل. طيب من الاختيارات برضو اللي ممكن تجي لنا، ممكن يجي لنا دي البوليتس يا دكاتره بتاعت لونج، عارف منين لونج؟ لانها مدببه من فوق كده، بتاعت الشورت بتبقى كيرفت او زي ما احنا شايفين كده، دي بوليت اوف لونج رايفل ويبن وفاير. فاير دي عشان فيها البرايمري رايفل مارك. يبقى لما جينا صوره زي دي هتقول عليها ايه؟ هتختار مين؟ هتختار لونج رايفل ويبن بوليت سوري فاير وفيها البرايمري رايفل مارك. واضحه؟ ده شكل البروبيلنت باودر، اما يكون بلاك باودر او يكون سموكلس باودر. يعني الصوره دي لو جاتني هختار بلاك باودر بتاعت سواء رايفل او نون رايفل. دي كذلك اقول عليها السموكلس باودر بتاعت الايه؟ الرايفل. الوازي عندنا خدنا نوعين، الوازي دي بتبقى موجوده في الرايفل ولا نون رايفل اصلا؟ نون رايفل. نون طيب ماشي، بقى دي مين ودي مين؟ ثانيه، دي ايه ودي ايه؟ ما جينا دي عليها ايه؟ دي الاكسترنال وين. برافو، external او outer wood. ودي
قول عليها ايه؟ الانترنال. الانترنال شاطر. طب لما جبنا صوره زي دي هختار مين؟ ده انلت، ممكن اختار انلت ولا اكزيت اوف رايفل ولا نان رايفل ويبن، وهل ده نير ولا فار فايرنج؟ نركز نركز بقى. الصوره الاولانيه رامبر ايه هتبقى؟ اختار ايه بقى؟ هتبقى انلت اوف رايفل، رايفل ها، ونير فايرنج، وفي بلاك مان. خلاص حد مش مقتنع ان دي رايفل؟ هو انتوا ممكن تقولوا ايه؟ طب ما ممكن تبقى نان رايفل، لكن هي رايفل لان هي المسافه دي، هي قصدي الفتحه دي صغيره يعني، عشان الصوره متكبره، بس هي دي بتاعت الرايفل ويبن. طب هل دي انلت ولا اكزيت اوف رايفل او نان رايفل ويبن؟ اكزيت اوف رايفل. رايفل، برافو. هي برضو الصوره كبيره شويه لكن هي اكزيت اوف بوليت اوف رايفل ويبن. طيب دي انلت ولا اكزيت؟ وفرايفل ولا نان رايفل؟ ونير ولا فار؟ انلت رايفل. انلت رايفل نير فاير، شاطرين، عشان في بلاك مين. نخلي بالنا اهو، لما احنا عارفين ان الانلت لازم بتبقى اصغر من الاكزيت، بس ساعات الانلت تبقى كبيره جدا في حاله الكونتاكت فايرنج، وخصوصا لما تكون تحتيها بون زي البون بتاعت التشست مثلا الاسترنال او البوم بتاعه السكال، فتلاقي الاندت عامله كده، عامله كروشيه شكل الصليب كده، والبلاكنين اللي يعرفني ان ده اندت لما الاقي فيه بلاكنين، يبقى لما الاقي فيه كروشيه على السكال دي، ودانه اهي ودي راسه محلوقه على السكال كبيره قوي كده، وشايفين الاكزيت صغيره زي من الناحيه الثانيه، يبقى دي برده الاكزيت. خلي بالك بيكون عندك اتنين الريجولر، يبقى دي حته حلوه قوي عندك في السكال، تو لوس اوف سابستنس، واحده كبيره وشكلها كروشيه، والتانية برضو الريجولر ايفيرتد، واحده فيها بليدنج ودي فيها بليدنج، بس الفرق ما بين واحده والتانية، واحده كبيره صغيره، واحده فيها بلاكنج وواحده ما فيهاش بلاكنج، فمين اللي تبقى الانلت ومين تبقى الاكزيت؟ اللي فيها بلاكنج انلت، اللي براو واللي فيها بلاكنج انلت، واللي ما فيهاش بلاكنج الاكس. دي يا دكاتره لما تجي لك صوره دي هتقول عليها ايه؟ هتختار ايه؟ اكزيت اكسترنال في البون بقى، ده كتب عليها اكسترنال بيفلينج، ما اقولش اكزيت، بقول اكسترنال بيفلينج اوف رايفل جروب. خلاص يبقى دي اكسترنال بيفلينج، اختار اكسترنال بيفلينج اوف رايفل جروب. لما جينا الصوره دي برضو اكسترنال بيفلينج اهي، دي متكبره شويه، اوف رايفل جروب. طيب ده اكسترنال بيفلينج وده انترنال بيفلينج، عايز افرق ما بينهم. شايفين الاكسترنال بيفلينج بيبقى عامل كده زي الحفره، الانترنال بيفلينج بيبقى دوب دايره واحده بس كده وداخل لجوه. عارفين الشنيور؟ الشنيور هو داخل بيعمل خرم كده لطيف كده، وهو خارج من الناحيه الثانيه بتلاقي فيه ايه؟ الباودر، البودره يعني، او اللوس اوف سكال بون، هيبقى عامل شكل الايه؟ فوهه البركان كده. يبقى ده اسمه انترنال بيفلينج وده ايه؟ اكسترنال بيفلينج اوف رايفل. واضحه؟ ماشي. ايه دي يا شباب؟ دي سكال وفيها ايه؟ الخروم الكتيرة دي بتاعت ايه؟ مالتبل شوت؟ انلت. مالتبل انلت اوف شوتس اوف مين؟ رايفل ولا نان رايفل؟ رايفل. نان رايفل. الشوتس يا دكاترة بتحصل من النان رايفل. الرايفل دي هي اللي بتطلع بوليت، بتطلع رصاص. فمالتبل شوتس دي بتاعت الانلت اوف نان رايفل. الديستنس اوف فايرنج قد ايه؟ عشان ممكن يجي لك سؤال في الامتحان اقول لك وات الديستنس اوف فايرنج قد ايه؟ دي اكتر من 4. برافو. لما يحصل انتشار كده وما فيش عندي هول تبقى اقول عليها اكتر من 4 متر. طب الصوره دي حد يقول لي ايه بقى؟ اختار انهي، ده انلت ولا اكزيت؟ ورايفل ولا نون رايفل؟ ونير ولا فور؟ ده رايفل ونير وانلت. برافو. يبقى انلت اوف هاي بوليت هاي فيلوسيتي بوليت اوف رايفل. طب الكوز اوف ديس هنا ايه في الاختيارات؟ اختار بقى الماسيف هيمرج طبعا تمشي، الشوك ماشي، برين لاسيريشن كل ده ماشي. طب الكروشيه دي ده انلت ولا اكزيت اوف هاي فيلوسيتي بوليت اوف رايفل ولا نان رايفل؟ رايفل وهتبقى كونتاكت بوليت. برافو. انلت كونتاكت فايرنج شوت. شاطرين. انلت او قول عليها كونتاكت او بوينت بلانك. بوينت بلانك يعني ما فيش ايه مسافه خالص.
اوف رايف الويبن وعامله شكل الكروشيه اللي احنا شايفينه ده، دي اللي احنا قلناها من شويه الان تو 5 بلاستيك بوليت اوف رايف الويبن وفيها بلاكنينج. طيب دي بقى انلت ولا اكزيت رايفل ونان رايفل، وات از ذا ديستانس اوف فايرنج؟ نان رايفل وانلت والمسافه 2 تو 4 meters عشان ده بارشال ديسبرشن. برافو برافو برافو. حد فاهم الكلام ده ولا لا؟ دي انلت ده بتاعه اللي احنا قلنا في الهاي في الشوتس بيحصل ايه، الشوتس يا دكاتره بتبقى خارجه كلها مع بعض لما تكون المسافه لحد 2 متر يدينا ايه الهول بس، ده بعدت شويه تبتدي تنتشر الشوتس من 2 ل 4 متر، اكتر من 4 متر هتبتدي بقى الرش في الجسم كله، يبقى دي بتاعه نون رايفل. مفهومه يا دكاتره؟ الكوز اوف ديث طبعا يبقى هيموريدج وبليدنج وهارت، ممكن يحصل رابشر في الهارت واللنج. مفهوم ولا في حاجه مش واضحه؟ بس الفرق بين الرايفل والنون رايفل. حاضر. بص الرايفل ويبن اللي هي الاسلحه المشخشنه، يعني ايه؟ يعني مسدس. المسدس بتاع حضرتك ده ممكن يبقى اوتوماتيك ويبقى نون اوتوماتيك. المهم يعني المسدس بيطلع رصاص ولا بيطلع شوتس؟ انا عايزه هو اللي يجاوب عليا بقى. اللي كان الرايفل رصاص، الرايفل بيطلع رصاص، فانا في الخطه الواحده في الضربه الواحده على الرصاص على المسدس هيطلع رصاص، فبالتالي هيبقى عندي ثقب او خرم واحد بس، والثقب ده اللي داخل الانلت ده هيكون صغير جدا لان المسدس بيبقى حوالي 9 مللي، فهتبقى فتحة الدخول هتبقى صغيرة اقل من 1 سنتي. خلاص، يبقى انا لو انا عندي فتحة دخول صغيرة حوالي 1 سنتي يبقى ده واحدة بس، يبقى دي غالبا طالعة من ايه؟ من مسدس ورصاصة واحدة. طيب لقيت انا بقى فتحة الدخول كبيرة قوي كده اكبر من 1 سنتي، يبقى دي فتحة الدخول بتاعة نان رايفل ويب. مسافة الاطلاق يعني انا الشوتس دي قلت لك بتبقى طالعة، عارف بالظبط الخرطوم بتاع اللي بيطفوا بالحريقه، لو انت بصيت عليه هتلاقي الميه طالعه منه كلها لطشه واحده كده حته واحده، اوكي؟ بيبقوا ماشيين مع بعض، ولما المسافه تبعد شويه كل ما تبعد تلاقي الميه تبتدي تنتشر، تمام؟ وتبتدي تعمل ايه؟ دروبلتس. بالظبط كده الشوتس بتطلع من فواهه النون رابيد ويبن مع بعضيهم حزمه باند. الباند دي مع الهواء مع المسافه، لما بتزيد كل ما يكون المسافه ابعد كل ما يبتدي الايفكت اوف جرافيتي والاير ياثر عليه، فخليها تنتشر، خليهم يبعدوا عن بعض، كل ما تنتشر يبقى كل شوت هتخش لوحدها. يبقى انا لو مسافه الاطلاق ما بيني وما بين انا بضرب الضرب الرصاص ب النون رايفل شوتس طالعه ومسافه الاطلاق لحد اقل من 2 متر، يبقى هتلاقي فتحه كبيره كده اهو داخله بتاعت الشوتس كلها داخله جسم البني ادم. بعدت شويه هيبتدي يحصل اهو اسمها سنترال هول، وتبتدي الشوتس الشظايا تخرج تدخل لوحدها. بعدت اكتر هلاقي الجسم كله مرشوش بالشوتس. يبقى دي اللي هقول عليها، هقول عليها انلت. هل دي رصاصه فتحه دخول رصاصه واحده؟ انت شايف كده؟ دي كبيره، يبقى دي انلت اوف شوتس اوف نان رايفل ويبن، مسافة الإطلاق من 2 ل 4 متر. ليه؟ لأن عندي حاجة اسمها سنترال هول وعندي ساتلايت. مفهومة كده؟ خلي بالنا في الحتة أي حاجة فيها لونج بون، إن دي عظمة الكتف، هزود كلمة فات إمبوليزم، يعني ممكن يموت من الاختيارات بقى، اختار بقى هيموريدج شوك وفات إمبوليزم. مفهومة يا دكتور؟ خلاص كده وضحت؟ عرفت؟ شكرا جدا يا دكتور. شكرا جدا. أدي النان رايفل، العفو، ادي النون رايفل ده، ادي يبقى في فتحه دخول اللي هي كبيره، مش ممكن دي مش فتحه دخول رصاصه طبعا، شوف كبيره ازاي اكتر من 1 سنتي، وحواليها في نقط داخله اللي هي البيلتس او الشوتس بتاعه النون رايفل. يبقى دي مسافه الاطلاق 2 ل 4 سنترال هول، وفي ستارتنج ديسبرشن كذلك دي زيها. تمام. الصوره دي بتاعه ايه اللي تفتكروا ايه النقط البيضه دي؟ دي انلت بتاعت الشوتس بتاعت نان رايفل ويبن، بس مسافه هنا بعيده جدا، ابتدت تعمل ايه؟ بس انا مش هقدر احدد المسافه طبعا من الاكس راي، بس اهم حاجه ان انا اقول انها في الاختيارات هختار انلت اوف مالتيبل شوتس اوف رايفل سوري نان رايفل ويبن. مفهومه دي؟ طبعا كوز اوف ديس هيموريج وبرين لاسيريشن وشوك. معايا يا دكاتره؟ معاكي يا دكتور.
تانية برضو دي الصورة دي في الشيست طبعا عشان هنا في عندي الريبس فيها multiple ridge opaque shadow. هختار طبعا multiple ridge opaque shadow of shots of non-rifled weapon ومش هقدر احدد مسافة الاطلاق. الف دي في الني جوينت في multiple ridge opaque shadow of shots of non-rifled weapon مسافة مش هعدد. مفهوم كده؟ خلصنا كده الفاير ارم. حد عنده سؤال في الفاير ارم؟ لا تمام جدا يا دكتور تمام. طيب ندخل بعد كده على طبعا انا يعني تعجلت وانا بحضر لكم نسيت الهيد انجي. حد عنده سؤال في الهيد انجي فاهمينها او ممكن انا اطلع لكم برزنتيشن دي الهيد انجي يا دكاتره لو تفتكروا انتوا خدتوا فيها ايه؟ خدتوا الفيشر فراكشن صح؟ اه اوريها لكم ولا عارفينها؟ يمكن تعدي عليها بسرعه كده ماشي بس خلي بالكم ان انتوا تفرقوا دي حاجه مهمه جدا. لازم افرق ما بين الاكسترنال بيفلينج او الانترنال بيفلينج وما بين الديبريسد لوكالايزد فراكشن لان هو شبه بعض قوي. فانا عايزه اوريكم صوره كده عشان تقدروا تفرقوا ما بين. طب لما نخلص طب دي صوره ايه دي؟ دي بتيكيال هامرج. الصوره دي ما جيلك في الامتحان كده والنقط كده دي بتيكيال هامرج بتاعت مين؟ اكسترنال ساين اوف اسفيكسيا. يبقى لما يكون الشخص ده مات من اسفيكسيا بيحصل له حاجه اسمها بتيكيال هامرج نتيجه الانوكسيا في الكابيلاريز فبتدي يحصل رابشر للكابيلاري وبتلاقي الايه الاكسترنال بتيكيال هامرج دي. خلاص يبقى لما جينا في الامتحان الصوره دي هتقول لا تختار one of the external sign of asphyxia بتيكيال هامرج. طب ودي ايه؟ هختار برضو بلوش ديسكاليشن في الفيس نتيجة external sign of asphyxia من الـ A في cyanosis. تمام؟ البتيكيال هامرج برضو بتحصل في العين. سموني المسرح فين تاني؟ اختفى مش عارفة اجيبه يا جماعة مش لاقيه. طيب هو بيشرح لكم اهو اهو الحمد لله طلع. طيب شايفين المنظر ده في الاي ليد من جوه في بتيكيال هامرج باينه في الاي ليد اهي وهنا في بقى ده في الكونجنتايفا ده بقول عليه سب كونجنتايفا الهامرج ده بيحصل في حاله الايه الاسفكس. يبقى لما جينا الصوره دي سوري الصوره دي كده اهو ده البتيكيال هامرج في الاي ليد او سب كونجنتايفا الهامرج ده بيحصل في حاله الايه الاسفكس مان اوف ذا اكسترنال ساين اوف اسفكس ماشي بيحصل نتيجة الاختناق والانوكسيا بيحصل رابشر في الفيزلز والسمول كابيلاريز فبيديني البليدنج ده تمام. طيب الصوره دي بقى لو جات لنا برده في الامتحان هقول عليها ايه؟ الماوس اللي مطلع عيني ده دي صوره ايه دي يا جماعه؟ دكاتره تنمتوا ولا مشيتوا ولا ايه؟ لا معاك يا دكتورة سمسرة هي الصورة اللي على اليمين مش واضحة مش قادرة احدد مين هو نفسه هو الولد ده بس بعد ما طلعوه من السرير بس انا مش عارفة اجيب الماوس وهو صراحة دي حاجة صعبة. الصورة اللي على اليمين سيبكم من الاحمر اللي عمال بيرقص ده عشان مش انا ده مش انا. الصورة اللي على اليمين دي الطفل ده اتخنق دخل حشر ما بين السرير والمرتبة وهو دي صورته اللي على الشمال اهو الحمد لله الماوس طلع شايفين ان شكله اهو شايفين ادي مناخيره اتفطست من السرير. يبقى ده ايه نوع من انواع الايه الشكل ده يبقى اسمه ايه؟ سماذرنج. هتختار ده سماذرنج ولا ثروتلنج ولا هانجنج ولا سترانجوليشن ولا ايه؟ سماذرنج. سماذر يعني ايه سماذرنج؟ يعني ان كلوزر اوف ذا اكسترنال اير واي اوريفيس اللي هم مين؟ النوز والماوس. طب الراجل ده هيموت من ايه؟ الولد ده هيموت من ايه؟ من فايلنت اسفيكسيا. طب هل الولد ده هيموت من ستاجننت انوكسيا ولا هايبوتوكسيك ولا هيستوتوكسيك ولا انيميك في الاختيارات دي؟ انيميك اختار طبعا مين؟ الفايلنت اسفيكسيا. لا هو مش انيميك انيميك ليه؟ راجعوا التايبس اوف انوكسيا ماشي. طب راجع التايب اوف انوكسيا يبقى ده فايلنت اسفيكسيا. طيب برضو الصوره دي حاله ثروتلنج او مانيوال سترانجليشن. الكوز اوف ديس هنا هيبقى ايه؟ اوبستراكشن of the airway orifice تمام وهو بيدوس هنا على الايه رقبته ويحصل له ايه اسفيكسيا one type of the violent asphyxia ده throttling او manual strangulation. هختار طبعا مش هختار strangulation ولا hanging ولا smothering طبعا برضو ده نوع تاني من انواع الايه
الاسفكسيا الفايلنت اسفكسيا اللي هو المانوال سترانجليشن. يبقى احنا مهم قوي نراجع التايبس اوف فايلنت اسفكسيا او التايبس اوف اسفكسيا عامه اللي هو الانيميك والانوكسيك والهيستوتوكسيك، تعرفوا الفرق ما بينهم. طيب دي حاله ايه دي؟ strangulation ولا hanging ولا throttling ولا smothering will cause of this strangulation. هذه strangulation ال cause of this هيبقى احسن هنا occlusion لل airway هيعمل asphyxia، occlusion لل neck vein هيعمل congestion في البرين، هيقفل الكاروتيد artery هيعمل anoxia الدم اللي راح للبرين هيقل. طبعا الحتة دي فيها ال trigger zone فيحصل reflexive vagal inhibition و cardiac inhibition. تمام كده؟ دي خدناها قبل كده اللي هي الباترن ابريشن او الاسترانجليشن الروب، شايفينه كده اهو كوز اوف ديس عارفينه، ده برضو استرانجليشن باي روب. طب حد يقول لي هو الحبل هو معلم اهو شكل الحبل اهو اهو، وايه البروزز دي؟ ايه البروزز والابريشن اللي احنا شايفينها دي؟ ايه تفتكروا بتاعت ايه دي؟ هو مثلا بيحاول يبعد الحبل عنه. دي بتاعت مين يعني، الاسيلنت ولا بتاعت هو الضحيه؟ هو مين بقى ده الضحية ده اسمه ايه؟ فيكتم ولا لسان؟ الفيكتم. ده يبقى دي الفينجر ممكن تبقى فرينجر نيل ابريجن اند بروزز اوف ذا فيكتم ان اوردر ان هو بيحاول يشيل الحبل من على رقبته. طيب ممكن يجي لنا صوره من دي يا دكاتره، الصوره دي او الصوره دي او الصوره دي او الصوره دي، الصوره دي ودي ودي، ما دام الراجل لمس الارض اي حته منه لمس الارض بيقول عليها ايه؟ كومبليت ولا بارتشال هانجنج؟ يا برافو، انكومبليت هانجنج. لكن ابو كرسي ده اللي موقع كرسي ده بقول عليه ايه؟ كومبليت هانج. يبقى تعريف الكومبليت هانجنج ان اي حته من الجسم ما تلمس الارض، اما في حاله الانكومبليت او بارتشال هانجنج اي اني بارت اوف ذا بودي تاتشينج الايه الجسم الارض باي اني واي. طيب في صوره ثانيه ممكن تجي لكم، شايفين هنا ايه اللي احنا شايفينه ده؟ بلوش او violet color blueish red discoloration في اللور بارت اوف ذا بودي، وشايفين وفين؟ وفي اللور بارت اوف ذا upper limb. ده نتيجه حاله ايه ده؟ يبقى اقول لك دي حاله ايه؟ hanging. برافو شاطر شاطر شاطرين. ليه؟ لان هو فضل متعلق كده فالدم نزل وفضل stagnating في اللور بارت اوف ذا بودي، دي حاله hanging. برافو. طيب الصوره دي ممكن تجي لنا فنقول عليها هل ده typical hanging ولا atypical hanging؟ اتيبيكال. برافو اتيبيكال. التيبيكال هانجنج يا جماعه لازم النط او التعليقه تبقى من ورا كده، تمام؟ يبقى لازم الروب يبقى متعلق من ورا، ده التيبيكال زي اللي في المشنقه كده. اما في اي حته على جنب على قدام بقول عليه اتيبيكال هانجنج. ده كومبليت ولا انكومبليت هانجنج؟ انكومبليت. انكومبليت جسمه على الارض كله. طيب الصوره دي ممكن تجي لنا برده، هتقول عليها ده تروماتيك او كراش اسفيكسيا، في حاجه هي طبقت على صدر الراجل ده واتعور اهو، ممكن تكون حاجه عدت عليه او تريلا او حاجه، بقول عليه تروماتيك اسفيكسيا. وده نوع اخر من تروماتيك اسفيكسيا اسمه الباركينج، ان الواحد يقعد عليه كده زي الايه، زي الحصان ولا زي اي حاجه كده حيوانيه. الكوز اوف ديس هنا ميكانيكال اسفيكسيا طبعا، او ممكن يحصل انجري للانترنال اورجان. يبقى ده الباركينج او الكراش اسفيكسيا، اختار ده كراش او تروماتيك، والكوز اوف ديس هنا قلنا اسفيكسيا وانجري اوف فايتال اورجان. ده نوع اخر من الاسفيكسيا بقول عليه بوستشرال اسفيكسيا. ممكن الصوره دي تجي لنا الراجل اللي محشور ده، ما هو صراحه تاني، يبقى ده ايه بيعتمد على البوستشر، يعني الوضع بتاعه ده هو اللي خنقه، تمام؟ يبقى ده اقول عليها بوسترال ايه اسفيكسيا، تمام؟ دكاتره انتوا معايا؟ مش عارفه دي جت لي كده حضرتك يا دكتور. طيب يبقى ده تايب اوف اسفيكسيا بوسترال اسفيكسيا، هنختار بوسترال اسفيكسيا. طيب دي حاله ايه دي؟ دي جاجينج. برافو. جاجينج او تشوكينج. تشوكينج يعني انا بحط حاجه في بق الفيكتم ده ما يقدرش ان هو يتنفس، يبقى ده التشوكينج. وهنا القصه الحاله دي على فكره فيها كذا نوع من انواع الاسفيكسيا لو تخلوا بالكم، هنا في يعتبر سمادرنج لان انا قافل المناخير بالبق،
وحاطط حاجه في بقه وعامل له تشوكينج او عامل له الجاجنج. وخلي بالنا كمان في حبل حوالين رقبته. يبقى الكيس دي لو جات لكم في الامتحان وقلت لك تشوز ذا تايب اوف اسفيكسي هتقول ايه؟ هنا في سمذرنج، في جاجنج او في تشوكينج، وفي استرانجوليشن. تمام يا دكاتره الحته دي واضحه؟ تمام. طيب ممكن نجيبنا صوره تانية كمان، واحد هو بقى معي نايم كده زي ما احنا شايفين وطالع من مناخيره زي ما احنا شايفين الفروس ده، اسمه الفروس المشروم لايك او الوايتش ده ديسكالريشن. ولازم تفرق ما بينه وما بين التوتيفاكش، بيبقى لونه وايتش كده بالون لايك. الابيض اللي انتم شايفينه ده بيحصل في حاله الدراوني. طب لما اختار it is an external ولا internal ولا شور ولا نوت شور ساين اوف دراوني، هنختار ايه من ضمن الاختيارات؟ شور ساين. one of the external one of the external sure sign of drowning. برضو الكادافيرك سباز it is one of the external sure sign of drowning. طب الكوز اوف ده دي بتحصل نتيجه ايه؟ سيفير نيرفس ستيميليشن. برضو ده حاله اللي على الشمال دول، مش عارفه اجيب الماوس معلش، اهو اللي على الشمال ده الفروست ده بتاع دراونينج، وان اوف ذا اكسترنال شون ساين اوف دراونينج. اما اللي على اليمين دي واشر وومن هاند، دي نوت شور ساين اوف دراونينج. خلي بالنا من دي، ان لو جالنا في الاختيارات هتقول ده نوت شور ساين اوف دراونينج، امال ده ايه؟ ده معناها immersion under water، يعني الجثه دي كانت تحت الميه لفتره طويله، ابتدى يحصل peeling of skin زي ما احنا شايفين كده، بقول عليها washer woman hand. طيب نيجي بقى عند البيرن اللي عندنا ده first degree burn، في الرسيم زي ما احنا شايفين وفي الفيزيكال اهي البولي، ادي الرسيمه وفي فيزيكال اهي. تمام ابتدى يحصل second degree burn اهو، ده الثيرد ديجري بيرن اللي هو فول سيكنس اللي واخد الايه داخل على المصر. لو جت لنا الصوره دي ده البوجليستيك اتيتيود او الهيت سبلات، شايفين القطع اللي في السكين ده هو شبه الكات ووند ولكن هو مش كات ووند. فانت ممكن الصوره دي تجي لك في الامتحان تقول لك اختار هل ده انسايزد ووند ولا ستاب ووند ولا كونتيوزد ووند ولا ده هيت سبلت، هتقول ده هيت سبلت نتيجه الايفكت اوف هيت. طب ده نتيجه ايه؟ هو الكوستيف انسمنت بتاعنا هنا الهاي تمبرتشر، كذلك برضو كراكنج اللي هو السكال فراكشر ده نتيجه الهيت. هل ده سكال فراكشر فعلا؟ لا، ده بقول عليه ثيرمال سكال فراكشر نتيجه الدراي بيرن. طبعا بان التشيرنج يعني التفحم في عظمه السكال. تمام دكتوره، هي التجريبتك دي بتحصل بسبب ان هو اتحرق قبل ما يموت يعني ولا ممكن؟ مش سامعه معلش عيد السؤال. التجريبتك دي بتبان بس لما يكون واحد مات من الحرق، مش ان يكون مات بعد كده اتحرق، صح ولا الاثنين؟ لا مش شرط على فكره، دي معناه ان هو اتحرق وخلاص. هو بصي البوجليستيك اتيتيود ده نتيجه شرينكينج او كونتراكشن من المصل نتيجه الايه؟ الحراره العاليه جدا. يبقى الواحد لما بيتعرض لحراره عاليه جدا بيحصل ده غير الرايجور مورس، بيحصل شورتنينج للمصل خلاص زي الهيت سبليت كده. ده مش معناه ان هو مقطوع او حد قطعه بسكينه ولا حد قطع جسمه، لا ده حصل هيت سبليت. الحراره العاليه زي ما هي قطعت في الجلد كده، الحراره العاليه برضو عملت كونتراكشن للايه؟ للمصل. مفهومه كده؟ يعني بتحصل عادي لو انتي مورتم او بوست مورتم بيرن، صح؟ بالظبط. نصب بعد كده على الالكتروكوشن او الاندت اوف هاي فولتج كارنت. لما يجي لك صوره زي دي او صوره زي دي، سوري يا جماعه، يبقى ده انلت اوف هاي فولتج كارنت او اللي هو الالكتروكوشن زي ما احنا شايفين كده. طيب الكوز اوف ديس بتاعته ايه؟ يعني ممكن اجيب لك سؤال واقول لك طيب اقول لك what is the direct cause of death from electrocution or from this case. في عندنا ثلاث حاجات، هما direct cause وفي indirect cause. direct cause ايه؟ قولوا لي كده. LVF ventricular fibrillation ها والasphyxia والviolent asphyxia اللي هي peripheral asphyxia، وفي عندي برضو بيحصل central asphyxia. indirect cause of this اللي هو falling from height او ممكن يحصل له birth.
خلاص يبقى ده ادي الالكتروكوشن كده بخلصنا. فاضلنا بس حته بتاعه الهيد انجري هي مش عارفه سقطت مني فانا هشوفها لكم ثواني. دكتور معلش ممكن حته الدايركت والاندايركت كوز دي تاني؟ ثانيه واحده. بصي عندنا في direct cause of death from electrocution و indirect cause. ال direct cause يعني التيار الكهرباء ده دخل اوكي وخرج. هو اساسا التيار الكهرباء لما بيخش الجسم ليه فتحة دخول وفتحة خروج. فتحة الدخول مكان الانلت دي، فتحة الخروج يا اما تبقى فتحة خروج عادية يعني يخرج مثلا من natural opening زي الاوريفيس بتاع البق او اي حاجة تانية، او يكون فتحة خروج هتعمل severe injury. خلاص طيب التيار الكهربائي ده لو دخل وعدى على الهارت في مساره كده، هو اصلا ليه فتحه دخول قلنا وفتحه خروج، ولازم يكون بيعمل كومبليت سيركل مع الايرث مع الارض. خلاص طيب وهو داخل عدى على الهارت، عدى على الهارت هيعمل فنتريكولار فايبريليشن فيموت. طب هو داخل عدى على الريسبيراتوري ماسل هيعمل باراليسيس او كونتراكشن في الريسبيراتوري ماسل، فالراجل ده هيجيله بريفرال اسفيكسيا وهيموت برضه. طب هو معدى وعدى على السنترال نيرفس سيستم هيعمل باراليسيس للسنترال نيرفس ريسبيراتوري ماسل فيحصل له اسفيكسيا سنترال اسفيكسيا. مفهومه كده يا دكاتره؟ معايا حضراتكم؟ هو الشير سكرين واقف عندكم؟ مش ظاهر الشير سكرين. هو واقف. طب ثانيه واحده بس اطلع الحاجه. حاضر ثانيه واحده وهرجع لكم تاني. وانتوا خدتوا الهيد انرجي ده الهيد انرجي خدتوه في اي محاضره؟ تقريبا في الراوند الثالث. لو لا يمكن اعمل شير سكرين انا لو انتظر بس دي ثانيه واحده عشان ايه. لقيته خلاص. دي كانت تاني واحدة دي. وقلتلك فعلا انت صح. مستأذنكوا بس دقيقة. لو مش موجود انا معايا يا دكتور يمكن اعمل شير سكرين. ايوه ده فاضل. تمام كده؟ تمام يا دكتورة تمام كده ظهر يا دكتورة. طيب الهيد انجري يا دكاتره هنجيب نختصر كده عشان ما اطولش عليكم. عارفين التقسيمه بتاعتها الهيفي بلانت ارثمت. لو انا عندي اله صلبه رده ثقيله ووايد سترايكنج سيرفيس يعني عندي
شومة، حيطة، عصاية، لوح خشب. ومن هو blunt wide strike mixer، الرصيف، الأرض، platform. طيب لو هي low momentum، يعني واحد ضرب واحد على دماغه بعصاية ولا شومة ولا whatever، بيعمل الفيشر فراكشن. لكن لو هي high momentum، حادثة عربية، واحد واقع من الدور الخامس ولا whatever، هيعمل الcomminuted fraction. تمام؟ يبقى لو هي heavy blunt instrument wide strike mixer هيبقى لو لو هيعمل فيشر شرخ، لو وايت هيعمل كوميونيتي فراكشن. طب لو هي بلانت انسمنت والسطح بقى اللي انا بضرب بيه ده صغير زي شاكوش، طوبه، واتيفر، بتبقى غالبا بمودريت مومنتوم، فبالتالي بيعمل لي ديبريسد لوكالايزد فراكشن. هتلاقي العظمه داخله لجوه، عارف البيضه لما تجيب بيضه مسلوقه كده وتدوس عليها لجوه هيحصل ايه؟ هتلاقي حته منها دخلت لجوه، او الكورت البينج بونج دي ما تزقها لجوه بصباعك كده فهتعمل الايه؟ depressed localized fracture، هتبقى داخله لجوه. يا اما يحصل loss of bone، يعني حته من العظمه دي مش هتلاقيها موجوده، او يا اما العظمه دي هتروح داخله جوه البرين او تفضل موجوده مكانها. خلاص يبقى دي الايه التقسيمه بتاعتها. يجي لنا في الامتحان صوره زي دي، هقول لك ايه ده؟ هتقولي ده مين؟ قولوا لي بقى ده اسمه ايه ده؟ فيشر فراكتشر. برافو، ده فيشر فراكتشر. الشخص ده اتضرب بعصايه كده في الحته دي، خلي بالنا ده الكرونال سوتشر وده الساجيتال سوتشر، واتخبط من هنا، والله يسامح الماوس اللي بيلعب ده، المهم اتخبط كده فيروح ماشي، او الكسر هيبقى ماشي ماشي ماشي، السهم هو مشاور عليه ودخل على الرايت سوتشر وفتحه زياده. يبقى هنا لما اجيب لك في الاختيارات، هل ده فيشر فراكشر ولا كومينيوتد فراكشر ولا ديبريسد لوكالايزد فراكشر، هتقولي ايه؟ فيشر. طيب ايه الكوست اوف انستمنت؟ هل ده وايد سترايكنج سيرفيس ولو مومنتوم، ولا بلانت سمول سترايكنج سيرفيس وذ مودريت مومنتوم، ولا وات، ولا وايد سترايكنج وذ هاي مومنتوم؟ هنقول ايه؟ هو لو مومنتوم وهيبقى وايد بلانت. يبقى هنقول ايه؟ وايد سترايكنج سيرفيس ولو مومنتوم، وده اللي هي الفيشر فراكشر. خلاص طبعا كومبريشن وكونكشن. طب الصوره دي بتاعت ايه؟ ادي سكال برضو، وده اسمه ايه بقى ده؟ ده فيشر ديبريسد. برافو، ده كده ديبريسد لوكال ستراكشر. الكوست اوف انسترومنت وايد سوري سمول سترايكنج سيرفيس بلانت انسترومنت وذ مودريت مومنتوم، مفهومه؟ تمام، زي الشاكوش مثلا، راس شاكوش او حاجه او زلطه مثلا، يعمل برين كونكشن وبرين كومبريشن. طيب هنا عندي ايه ده؟ ادي واحده اهي، وادي اثنين، ولا ثلاثه، دول ايه دول؟ هل دول فيشر ولا ديبريسد لوكالايزد ولا كومينيوتد؟ ديبريسد لوكالايزد. ديبريسد لوكالايزد نفس الايه الكوست اللي انا كنت قلت عليها من شويه. تمام، دي بقى خلي بالكوا بقى، دي هل دي ديبريسد لوكالايزد ولا انلت اوف هاي فيلوسيتي بورت في الاختيارات، ولا اكزيت اوف هاي فيلوسيتي، ولا اكسترنال بيفرنج، ولا انترنال بيفرنج، ولا ايه بالظبط؟ ديبريسد لوكالايزد. ديبريسد لوكالايزد. برافو. بقى ان شكل البولت بيبقى نظيف كده وحلو ومدور وامور، والانترنال بيفلنج بيبقى شارب كده وجميل، اما الاكسترنال بيفلنج قلنا بيبقى عامل زي الزحليقه كده او الحفره، يعني دي اللي هي حفره، اللي هي حفره ولا هي سموثلي انتر، لا ده هنا عباره عن ايه؟ عندي زي مشكل مثلث كده، تمام، وحواليه في وفي روس اوف سابستانس بارتشلي، وحواليها ايه اللي احنا شايفينها دي. خلاص يبقى ده ديبريسد لوكالايز، مش بقى متلخبطش ما بيننا، دي كنت عايز اقولها لكم، ما بينها وما بين انترنال ولا الاكسترنال. يبقى ده الكوست انستمنت في الاختيارات، هختار هيفي بلانت انستمنت ويز سمول سترايكنج سيرفيس اند مودريت مومنت. تمام يا دكاتره، بزود هنا في الكوز اوف ديث، نخلي بالنا بزود بقى، قلنا برين كونكشن وكومبريشن، بزود سوري الكونتيوجن واللاسريشن، لان طبعا قلت الحته العظمه دي ممكن تتكسر وتخش جوه فتعمل ايه؟ كونتيوجن واللاسريشن في البرين. تمام كده معايا؟ طب هل ده انلت اوف هاي فيلوسيتي بولت تفتكروا، ولا ده ديبريسد لوكالايزد فراكشر، ولا ايه؟ ديبريسد لوكالايزد. كبير قوي ان هو يبقى كبير. برافو. وبعدين خلي بالكوا شوفوا بقى الحاجه اللي تفرقه كمان، هو الريجولر دي مش داخل فتحه دخول لا بوليتس ولا شوتس، وشايفين في كراك اهو، في شرخ اهو في العظمه من كل حته،
فده depressed localized infection. شكرا. كده انا اطمن. ده برضو depressed localized fracture شايفينه اهو، دي فتحة العين ودي ده الزيجوماتيك قرش ودي ال depressed localized fracture نفسه. بقى هل دي depressed localized fracture؟ الشارع ده؟ ده برافو برافو community fracture. الكوميونيتي fracture بيبقى عامل زي السبايدر كده، زي شكل العنكبوت خلاص. العظم بيتفشفش بيبقى عامل زي العنكبوت، يا اما بيقع او يا اما يفضل في مكان. ده كده وقع، وطبعا عشان هو طبعا حصل له وفاه فوقعت العظمه فبقت دي الكوميونيتي فراكشر. طب ايه هو الكوست؟ انا هختار انهي فيهم؟ هيفي بلانت ووايد سترايكينج سيرفيس اريا وهاي مومنت. طب هختار هيفي بلانت انشمنت ويز وايد سترايكينج سيرفيس اند هاي مومنت. زود بقى لكم دكتور بعد اذنك، هو ممكن يقول الفراكشر ده في اي عظمه تمبرال برايتر وكده ولا لا؟ لا 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 مش هيقول. بس انت هقول لك حاجه، انت عايزك تبقى شاطر دلوقتي. ادي عندك انت العظم بيتقسم زي احنا شايفينه، شوف دي التمبرال بون صح؟ صح كده، اهي التمبرال بون اهي، وعندك دي البارايتال بون، فهو غالبا بيبقى في التمبرو بارايتال ريجن اصلا، واللي احنا شفناها اللي كانت فوق الراس دي كانت ده فرونتال بون. يبقى انت لازم كدكتور لازم تبقى عارف فوق العينين على طول هي اصلا متقسمه. شايف يا دكتور في شرخ كده اهو، ده شكل سوري السوتشر. يبقى عندي اللي فوق العين على طول دي الفرونتال بون، الحته اللي فوق الزيجوماتيك ارش اسمها تمبرال بون، تبقى عظمه خفيفه جدا. الحته العظمه اللي فوق التمبرال بون بعديها البارايتال بون اهي كل دي، وبعد كده عندي اللي ورا دي الاوكسيبيتال بون. خلاص يبقى احنا كده خلصنا. فهمت معايا؟ طيب انت تقول لنا بقى ده الفولت. وخلي بالنا يا دكاتره تفرقوا ما بين الفولت والسكال. دي كده سكال كامله، ده كده الفولت. الفولت يعني ايه؟ يعني الكبوه بتاعه الراس، تمام؟ يعني الحته اللي فوق بس دي. طيب انا دلوقتي عايز اعرف انا فين. دي الكورونال سوتشر ها، اوكي، وده الساجيتال سوتشر. يبقى دي الفرونتال بون ودي الفرونتال بون. يبقى خلي بالك ان هو واخد الفرونتو وده البارايتال، يبقى فرونتو بارايتال ريجن. واخد بالك؟ انا مش هسالك بس انا يهمني انت كنت هقول اوكسبت، يعني هي اوكسبت اكتر ولا هو انت ممكن تقولي اوكسبت وانا مش حد هيلومك، لان هي بص العظمه دي اساسا بص دي ادي تحت ومسنوده على الحيطه، احنا هي موقفه على الحيطه فما عشان تتصور عشان تبان، المهم ما تبقاش كده فبتبقى نايمه. فانا عرفت منين قدام من ورا اصلا؟ ده الحد بتاعي لازم تفهموا ده كده، لازم تشغلوا مخكم. دلوقتي عندي خط ماشي بالعرض، هل ده مين الخط الوحيد اللي ماشي بالعرض في السوتشرز اللي عندي في الدماغ؟ الفرونتال صح؟ الكورونال اهو، الكورونال سوتشر اهو. فما دام ده الكورونال يبقى دي الفرونتال بون. والله سامح الموقف ده عشان حاولني وتعب لي اعصابي وطلع لكم مش كده؟ عمال يلعن مش ممكن. طيب يبقى ده الكورونال واللي فوق عليه ده على طول ده ساجيتال، يبقى خلاص يبقى ده الفرونتال بون. المهم ان انتوا تعرفوا ان دي ايه، دي ده كومينيوتد فراكشر. كومينيوتد برافو. هيفي بلانت انسمنت ويز وايد سترايكنج سيرفيس اند هاي مومنتم. نزود الكوز اوف ديس اهي. الشرخ ده الدق في السكال بقى احنا خدنا عشان تبقى عارفين خدنا حاجتين في السكال، يا اما السكال تجي لك وفيها نقط بيضة كده هتقول عليها الشوتس، اما فيها الشرخ اللي انتوا شايفينه ده بالسهم مشاور عليه اهو، اللي انا نفسي السهم يطلع عشان اصور لكم عليه. المهم السهم اللي بالاسود شاور عليه على ايه ده؟ اهو ادي اهو شايفين ده الفيشر فراكشر، شايفينه معايا؟ هو ده شكل الفيشر مين فراكشر. اوكي حاجات عماله تطلع وحاجات عماله تطلع معايا دكاتره. يبقى مين الكوستيف انستمنت هنا؟ مين اللي عمل فيشر فراكشر في الاول؟ قلنا خالص مين؟ هيفي وبلانت ووايد ولو مومنتم. برافو. يبقى هيفي بلانت انستمنت ويز وايد سترايك من سيرفيس اند لو مومنتم. برافو. هي صور الاكس راي دي يا دكتوره مش واضحه شويه، يعني اللي هو يعني ازاي هتيجي لنا في الامتحان؟ والله عندك حق، يبقى فعلا ما تجيش. طيب ده ايه ده يا دكاتره؟ مالتيبل فيشر فراكشر صح؟ صح ولا لا؟ صح ايوه دكتور. طيب يبقى الكوست اوف انستمنت هنا ايه؟ هيفي برضه بلانت انستمنت بلس سترايكنج سيرفيس اند دكتور. هو
هو انا ليه ما اقولش ان دي سبايدر من كوميونيوتر؟ لا سبايدر مان. لا بص يا حبيبتي، ده خط وخط 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 خطوط، ده واحد كده مش طايق واحد كده زي ال مسك عصاية وقعد يضربه على راسه مالتيبل ايه مالتيبل فيشر فراكشن. ماشي، السبايدر دي بتبقى عاملة بالظبط، عارفة زي العنكبوت، ده شكل العنكبوت. العنكبوت بيبقى حواليكي شكل، حواليكي شكل ال الكوميونيوتي دي. يعني لو دي هنا في مفروض لوس اوف بون، خلاص ماشي، ده الكوميونيوتي برضه، وده كده كوميونيوتي في جاب يعني. عايزة اوريكي شكل الايه، الصورة دي بتاعت ايه بقى؟ ده اكسترا جولر هيموج، باين هتلاقي في الحته كده مدوره كده اكسترا جولر هيموج، ولما تلاقيها لازقه على البرين ده السب اراكينويد هيموج. انا المفروض السبايدر دي كانت موجوده، انا مش عارفه هي فين، بس هي بتبقى العظمه متهشمه. انا هوريكي شكلها، هحاول اوريكي شكلها، بس يعني ما دام انتوا ما خدتوهاش بقى مش ايه بقى مش عليكم يعني. انا كده خلصت، هوريكم بس شكل الصوره بتاعت السبايدر دي عشان هي زميلتكم تتخيلها وانتوا تتخيلوا معايا. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ لا تمام جدا دكتور، شكرا شكرا والله، ربنا يخليك يا رب، جزاك عنا كل عفو، التوفيق، ولو ما قفلتوش الامتحان مش هينفع اعمل فيكم ايه. ولو حد بقى سأل اسئله في الامتحان، في الامتحان بالذات محدش يسأل اسئله، عيب. انتوا لو فاهمين؟ فيش اي حاجه واضحه بنسأل يعني، لا فاهمين مش فاهمين، شايفين مش شايفين، يعني ايه ما نسألش. اسال جو. لا ان شاء الله كل حاجه تبقى واضحه ومبادر. انا مش لاقيه ال، كان في صوره حلوه جدا للكوميونتي فاشل، ممكن اشوف لها سيرش على النت. دكتورة هو ما فيش إمكانية إن هو مثلا يعرضوا لنا الصور داتا شوية يعني، بجانب لو مش واضحة معانا في المصورة؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انت ان شاء الله يعني الدكاتره كلهم هيبقوا، كل دكاتره القسم هيبقوا متوزعين على اللجان، ففعلا لو في صورة انت مش شايفة او مش فاهمة، بس صدقني ان شاء الله يعني الامتحان هيبقى بإذن الله يعني صور وتبقى كويسة ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. انا بس اللي عايز يتفضل يتفضل، انا بس ادور على صورة الكوميونيتي فراكشن يعني، مش الصورة اللي انا هوريها لها دي مش هتيجي بالامتحان ولا حاجة، بس انا عايزة افهمها يعني ايه سبايدر الكوميونيشن دي. دكتور انا عايز اتفضل يتفضل، انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال؟ دكتور، هو في الأسفكسيا المفروض في الصور نعرف المانر اوف ديث، يعني مثلا دي سوسايدر ولا مسايدر او كده، لان ساعات مش بتبقى واضحة اوي هو طبعا. ازاي يعني ازاي نسألك السؤال ده؟ ما ينفعش. لا الكلام ده السؤال ده يسأل لحبيبتي لما يكون عندك كيس، وانا اقول لك الملابسات بتاعة الكيس وانت ايه تقوليها، لكن كده من نفسك كده هتعرفي ازاي. هتسألي، ممكن تسألي الصورة بقى. تمام، شكرا دكتور. دكتور اتفضل يا دكتور. لو سمحتي، هو الامتحان في العمل هيبقى السؤال بدرجتين ولا بدرجة؟ لا بدرجة ان شاء الله. شكرا. يعني هيجي كل صورة هيجي تحتها سؤالين ولا كم سؤال؟ نعم، الصورة هيبقى، مش كل الصورة هيبقى سؤالين تحتها صح؟ سؤال ايدنتيفيكيشن. مش مستمع والله، صوت راح، روح صوت راح. طب دي واحدة، استنى اوريكم بس الصورة دي. كان سؤال عملي، دي واحدة. حاضر، اهي شايفين يا دكاترة، اهي هي دي واضحة كده. تمام، ده شكل الكوميونيتي اهو، كوميونيتي فراكشن، اللي هو مختلفة خالص عن الفيشر فراكشن قلنا عليها. ده اكن بعربس. عارفين يا جماعة لما تجيبوا البيضة وعايزين تكسروها وتفشفشوها كده وهي قاعدة في مكانها؟ هو بالظبط. ايوه متشكرة اوي يا دكتور. حد كان بيسأل حاجة؟ بقصد يا دكتورة يعني هيبقى تحت كل صورة سؤالين صح كده؟ والله مش شرط، مش شرط، ممكن سؤال واحد ممكن سؤالين. تمام، انتوا كنتوا بتسألوا دكتور هو كم سؤال عملي؟ هو المفروض كده عشان لما بتقولي الدرجة يبقى كده 38 سؤال كده. أهم حاجة بس دلوقتي، ثانية واحدة، السكرين شير قفل ولا ما قفلش؟